زاد كرام النهاردة عندنا سبجكت الحقيقة يعني ايه مايلستون، يعني حجر زاوية مهم جدا في الشغل بتاعنا، لان ده تقريبا الشغل. لو انت معتمد على الاوتوريف بس، فالاوتوريف عادة يديك ايرور لو مع اي سحابة بسيطة في الكورنيا، اي ايرلي كاتاركت، اي حاجة مندي، اي اي او ال تلتد، مش عارف ايه، ممكن يديك ايرور. وفي لحظة كراتوكونس طبعا على طول بيدي ايرور فيه، يعني كراتوكونس اول ما تحط العين تعرف يروح يديك ايرور على طول، ما بيقراش كراتوكونس اساسا. تمام؟ ففي الحالات دي حاجة من الاثنين، قدامكش حل تاني، يا تعطل يا اما تشتغل بالريتروسكوب. فاحنا وي كونسيدر الريتروسكوب ده از ا بيزك سكيل لاي اوبثالمولوجيست بيمارس الرمد، انه لازم يعرف يعمل جود ريتروسكوب، دي حرفيه الريتروسكوب. تمام؟ انك انت تبقى زي ما بقول لك نظاراتي كويس قوي، دي مهمه جدا بالنسبه لنا في موضوع الريتروسكوب. الريتروسكوب طبعا كبيزك ريفراكشن بيقسموا الريتينوسكوبي الى ستاتيك ريتينوسكوبي ودايناميك ريتينوسكوبي. ستاتيك اللي هو العيان بيبقى باص على حاجه بعيده فيكسنج على 6 متر او احنا عاملين له ريلاكسيشن اكوموديشن بالاتروبين، ده الستاتيك. دايناميك اللي هو العيان بيعمل اكوموديشن، يعني بنعمل ريفراكشن في اكوموديتنج بيشنت، اقدر اقيس الاكوموديشن انا بمعرفتي عن طريق الريفراكشن بتاعه، ده اللي بيسموه دايناميك ريتينوسكوبي. ريتينوسكوبي از ذا تشيف اوبجكتيف ميثود، اوبجكتيف ميثود يعني انا مش معتمد على السبجكت، انا اللي معتمد على نفسي فيه. اوبجكتيف ميثود اوف ديتيرمايننج ذا ريفراكتيف ايرور اوف ذا اي باي فايندينج ذا بيشنت بانكتوم ريموت، يبقى نمره واحد ديتكت بانكتوم ريموت بتاع البيشنت. لان لما هنعرف زي ما شفنا في الكوركشن قبل كده في الايرورز اوف ريفراكشن، ان انا لما بختار عدسه عشان اصلح بيها الايرور اوف ريفراكشن، انا بختار عدسه بعدها البؤري هو البانكتوم ريموتوم اوف ذا فيشنز. اذا عشان امد ايدي كده امسك عدسه احطها قدام العين يشوف بيها 6 6 قدام عينه يشوف 6 6، يبقى لازم العدسه دي تكون البعد البؤري بتاعها هو البانكتوم ريموتوم بتاع العين. اذا اي هاف تو نو ذا بانكتوم ريموتوم اوف ذا فيشنز. احط العدسه بحيث ان البيشنز يشوف الحاجات البعيده ابعد ما يمكن. 6 6 كويس كلير بالظبط. وانا اعرف انا ممكن اقيس تو ميجر البانكتوم ريموتوم، البانكتوم ريموتوم بتاعته، ما ده اللي هنعمله. امال احنا هنعمل ايه؟ ما احنا طول القصه دي هنعمل كده، هنقيس البانكتوم ريموتوم اوف ذا فيشنز. ريتينوسكوبي از ذا اونلي واي، مالكش حل تاني، ات از ذا اونلي واي تو اسس ذا ريفراكتيف ايرور. صدقني this is the only way to assess the refractive error في الانفنتس، لو انت داخل معاهم اوضه العمليات، في السمول تشيلدرن، في الاليتريتس اللي ما بيقروش اللي ما بيعرفوش يقروا، الانكوبراتيف بيشنتس، تمام، البيشنت اللي عندهم سبيتش لوس، واحد اخرس او ما بيسمعش، البيشنت هو سبيك ان ديفرنت لانجوج. تمام؟ لما تروح في الاريبيا والحتت دي تلاقي ناس 200 جنسيه ممكن تتعامل معاهم وممكن تعمل لهم نظارات. تمام؟ بص ممكن يكون kid like this، تقدر تعمله نظارة، تقدر تعرف الريفراكشن بتاعه، ممكن يكون age أكبر من كده شوية برضه نفس القصة، ممكن يكون واحد زي ما بقول لك بلغة تانية غير اللغة بتاعتك. تمام؟ تقدر تعمله نظارة برضه بسهولة. تمام؟ أو الستاتيك ريتينوسكوبي طبعا ده أول واحد، the objective method of refraction by finding the patient punctum remote. يبقى واضح ان الريتينوسكوب النهارده او حصتنا كلها تتعلق بجزئيه ازاي نعرف فين البنكتم ريموت اوف ذا بيشنت. طيب العيان ده بقى عشان نقول ان هو ستاتيك ما بيشغلش الاكوموديشن، يا اما هيبقى فيكسنج ات انفينيتي، تمام، او بنستخدم له سايكلوبليجيك ريلاكسيشن اوف اكوموديشن. يعني انا عايز اقول لك حاجه رحمك الله، الناس كبار في السن تملي، احنا كنا زمان نحط لمبه فوق صندوق العلامات او صندوق العلامات نفسه تلاقي تحت فيه لمبه صغنططه كده زي سبوت لايتس، لما نضلم الاوضه كلها نخليها شغال. طبعا صندوق العلامات لما انت بتبص في المرايه بيديك 6 متر اب تو انفينيتي، فلما تقول لعيان وهو قاعد على الكرسي بتاعه صندوق العلامات فوق دماغه وانت منور له اللمبه دي، بص على اللمبه اللي قدامك، يبقى هو بيبص ات انفينيتي. يبقى انا كده عامل له ريلاكسيشن لايه؟ لاكوموديشن. لدرجه ان في بعض الناس بتوصل لدرجه انها تقول لك ايه، برضه هتشتغل بيه زي الدايركت اوف سالموسكوب، if you like to work بالرايت سايد امسك الريتينوسكوب بالرايت سايد وابحث بالرايت اي، if you like to work بالليفت سايد اعمل الريفرس.
ليفت سايد ليفت اي ليفت سايد اوف ذا بيشنت عشان تخليه باستمرار باصص ايه للبعيد ما يضطرش يعمل اكوموديشن وانت قاعد قدام. يعني ليه؟ لانك لو انت اشتغلت بالرايت اي على الرايت اي بتاعته وجيت رحت متاخر كده الشاشه تشغل ليفت اي هتخبي عنه العلامات. عشان كده بيقول لك تيك وان دايركشن وخليك على الحرف بتاعها باستمرار وتقدر تشتغل اب تو انك تشتغل زي ما بقول لك رايت 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 ليفت 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 تمام زي الدايركت وسام سكول. ده عشان تخلي البيشنت باصص على الحاجه البعيده عشان تو ريلاكس الاكوموديشن. The other way to relax the accommodation is to use the cycloplegic refraction. انك تحط cycloplegic مناسب لage of the patient either atropine ointment في الاطفال او cycloplegic وزي ما بنستخدمه دلوقتي او الحاجات دي. زي ما بقول لك يعني لا انا طبعا ما بحبش ازيد الصندوق العلامات يعني لغايه دلوقتي حتى ما بحبش اشتغل بالبروجيكتور بحب قوي اعمل نظاراتي بالعلامات العاديه العينين بتبقى كونفينينت معاها اكتر تمام. خلي العين يبص على سبوت لايت بعيده في المرايه اللي قدامه. المرايه دي زي ما قلنا بتدي 3 متر للمرايه و3 متر جوه المرايه لانها بلين ميرور اللي انت حاطاه ده فبتوصلي لل 6 متر. 6 متر يعني ليز ايه؟ بارلل. وهتفضل بارلل لغايه فين؟ الانفينيتي. يبقى انت كانك خليها تبص للانفينيتي. يبقى دي كده بالطريقه دي انت عامله ريلاكسيشن للايه؟ للاكوموديشن. الاستاتيك ريتينوسكوبي بقى البيشنت از ريندرد مايوب ناقص واحد. ليه بقى؟ ما احنا عايزين نعرف البنك تاب ريموتون بتاعته فين؟ طب ما كل عيان فينا ما مؤاخذه معلش ليه بنك تاب ريموتون في مكان ما صح؟ يبقى لازم نحط ستاندرد بحيث اقدر امسك البنك تاب ريموتون بتاع العيان. لما اقول ان انا هحول عينيني كلهم الى ما يبقى ناقص واحد. يعني عايز البنك تاب ريموتون دي تبقى فين؟ على بعد متر. خدت بالك؟ ده ما هو ما يبقى ناقص واحد لما اقول لك عيان ما يبقى ناقص واحد البنك تاب ريموتون بتاعته فين؟ انت عندك الباور سواء على الفوكال ديستانس انا مديك باور اديني الديستانس تمام. يبقى العيان لما يبقى ناقص واحد البنك تبع الريموتر بتاعته على بعد متر ماشي. يبقى اذا اي ويل كونفرت ماي اول بيشنتس الى ما يبقى ناقص واحد. يعني معنى ايه؟ مثلا اديك اكزامبل. لو انا عندي ما يبقى ناقص اربعه عيان ما يبقى ناقص اربعه لما اقعد احط له انا العدسات ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثه هوصله لغايه الايه؟ النيوترال بوينت. بس النيوترال بوينت مش الزيرو. النيوترال بوينت از ماينس 1 تمام. طب واحد يقول لي ايه؟ طب واحد المتروب اوكي حط له عدسه زائد واحد قدام عينه. مش الايه المتروب ده الصوره بتقع عنده على الريتنا؟ لما تحط له زائد واحد قدام عينه هتقع فين؟ قدام الريتنا. هتبقى قدام الريتنا. ما انت حط له زائد واحد لما حطيته زائد واحد يبقى انت جبت الصوره قدام الريتنا. يعني حولت المايوب ولا لا؟ مايوب كام دايوب؟ 1 صح؟ لو عيان هايبر متروب ومحتاج زائد 5 حط له زائد 6 هتوصله لزائد ايه؟ زائد 6. ليه بقى؟ هقول لك هي فكره القصه دي بس ده سابق لاوانه بس انا هقولها لكم عشان انتوا بعدين مستريحين. ايه حكايه المريض ناقص واحد؟ لان انا عندي الاند بوينت بتاعت التيست اللي احنا بنسميها نيوترال بوينت خدت بالك ازاي؟ دي ما تحصلش الا اذا كانت النودال بوينت بتاعتي انا هي البنك تاب ريموتر بتاعت العيان. وانا مهما اطول في ايدي مش هتطول اطول متر. يعني انت فاهم ازاي؟ ده لو استخدمت ازاي؟ ده لو هستخدم ايد وكتف كده هجيب المتر. يعني عاده بنشتغل 65 سم. عاده بنشتغل 65 سم. متر دي مجازا، يعني لو قلت ان انا مديت ايدي قوي بكتفي كده اجيب المتر. ماشي، في ناس ايديهم صوته ما ينفعش ما يعرفش يشتغل متر. تمام؟ فبيبقى ايده اصغر من كده يعمل 50 سم يعني. فكل واحد فينا بيبقى ليه وركينج ديس. المهم في الاخر ايه؟ ان انا عشان اوصل النيوترال بوينت دي في الاختبار ده لازم البنك تاب ريموتر بتاعت العيان تبقى ان ماي نودل بوينت. يعني لازم المسافه بيني وبينه ما تتعداش المتر. فاهمنا دي؟ فعشان كده انا بحول عينيني كلهم الى ما يبقى ناقص واحد. ده الستاندر اللي هنوصل ليه وهنشوف القصه دي دلوقتي. بص اهو دي اللي دي عايز اقول لك حاجه. دي النتيجه الفاينل اللي هنوصل لها في الحصه. دي النتيجه الفاينل اللي هنوصل لها في الحصه. بص النيوترال بوينت اللي هي السهم الاخضر بتاع النيوترال بوينت موجود عند زيرو ولا عند ناقص واحد؟ موجود عند ناقص واحد. خدت بالك؟ بص انا ما بوصلش عينيني كلهم الى الزيرو ولا الى حاجه ثانيه الى ناقص واحد. تمام؟ وتعليمات الاختبار بعد كده يقول لك ايه؟ لو الصوره بتتحرك اجينست خد عدسات ماينس، لو بتتحرك ويز خد عدسات بلس. وهنعرف يعني ايه بلس وماينس ويعني ايه ويز ويعني ايه اجينست. هو ده اللي احنا داخلين نتعلمه النهارده في الحصه دي. تمام؟ يبقى this what we like to reach. انا عايزين نوصل في الاخر الى ان لما اعمل للعيان ريتينوسكوبي
كل عياميني في اخر الليله هوصلهم الى مايوب ناقص ايه؟ ناقص واحد. وبعد كده نشوف بقى احنا وصلناه بكام، وعشان اوصله الزيرو محتاج كام، والمقاسات دي نبقى نظبطها بعد كده مع بعض. بس كل عياننا في الريتينوسكوبي هنحولهم الى مايوب ايه؟ ناقص واحد. وهعرف دي ازاي؟ ان انا اوصل موضوع ايه؟ نضرب يعني بص في النيوترال بوينت الريد ريفلكس بيبقى موجود تمام، انما ما بيتحركش يا اون اوف، يعني يا موجود يا بيختفي، انما ما بيتحركش لو ويز ولا جانس. بنوصل دي از نيوترال بوينت تمام. او كونفكس طيب. ما هو بيقول لك ايه؟ لو الصوره بتتحرك اجانس تاخدي عدسات ماينس، فلو الصوره اتحركت اجانس يبقى اكيد العيان بتاعك ده ميوب اكتر من ناقص واحد. لو الصوره اتحركت ويز هتستخدمي عدسات بلس. عندك ثلاث احتمالات، بصي على السكاديول اهو اللي تحت ده، عندك ثلاث احتمالات لو خدتي العدسات البلس دي، ان العيان يكون هايبر متروب او ام متروب او مايوب اقل من ناقص واحد، صح ولا لا؟ عشان لو خدت العدسه ويز هيبقى في عندي ثلاث احتمالات، يا هايبر متروب يا ام متروب اللي هو الزيرو، يا مايوب اقل من ناقص واحد. اذا خدتي اجنس يبقى هو اكيد مايوب اكتر من ناقص ايه؟ واحد. تمام؟ بصي هي دي النتيجه الاخيره اللي هنوصل لها في اخر النهارده، بس انا حبيت اقولها لكم عشان تعرفوا يعني ايه كلمه ان انا بحول عيانيني كلهم الى مايوب ناقص واحد. نعم. لا ويز مش زي النيوترال بوينت طبعا. ويز بصي دي اتحركت ناحيه والضوء بيتحرك عكسك. صح؟ النيوترال ويز معايا. لا ما ويز معاكي ايوه، ما انا ما قلتش لا. بس النيوترال بوينت مش كده، النيوترال بوينت هي بتنور خالص يا بتطفي خالص. ما بتتحركش، ريفلكس داز نوت موف، ومالي البيبل كله. تمام؟ الريتينوسكوبي يا ساده الكرام نوعين. في سبوت ريتينوسكوبي وده بطلوا يستخدموه دلوقتي، وفي ستريك ريتينوسكوبي. سبوت وستريك. تمام؟ سبوت ريتينوسكوبي انا ما رضيتش اتكلم عليه قوي لانه ما عادش بيستخدمه دلوقتي. يعني انا هتقرا عليه حاجه كلمتين كده فاهو، ده القديم قوي. بص حتى موديلات كلها من سنه حاجه و30 اهي زي ما انت شايف. دي السبوت ريتينوسكوبس. كيلر القديم والهايم القديم والحدود القديم. الريتينوسكوبي ده بص تعالى نشوف مبدا الريتينوسكوبي ده عامل ازاي. اللايت بيبقى دايركتد ناحيه البيشنت اي تو اليمينيت ذا ريتنا. المرحله دي بنسميها الالومينيشن ستيج. يبقى نمره واحد انا هنزل نور في عين العيان هنور الريتنا، عشان كده سموها ريتينوسكوبي. وده اسم يعني مش مظبوط قوي. خلي بالك اصل كلمه ريتينوسكوبي يعني تو فيجواليز ذا ريتنا. سكوب تو فيجواليز، تو فيجواليز ذا ريتنا. انا هنا مش فيجواليز ذا ريتنا، انا هشوف الضوء اللي جاي من ريتنا بس. بعد كده بقى بص الالومينيتد ريتنا هتبعت لي ضوء، ده اسمه الريفلكس ستيج. تمام؟ طيب الضوء ده هيتصرف ازاي بره بقى؟ الامج at the far point is located by moving the illumination across the fundus and noting the behavior of the luminous reflex seen by the observer in the patient pupil. ده اللي بيسموه projection stage. يعني ايه الكلام المسخره ده؟ بص انا بنور في عين العيان illumination، صح؟ عين العيان بتطلع الضوء لبره كانها هي مصدر الضوء دلوقتي، ده ريفلكس. خلاص؟ انا بشوف الضوء ده فين؟ في البيوبل بتاع العيان. النور الاحمر ده مش ده البيوبل ازاي يا جماعه؟ بشوف البيوبل فين؟ ان ذا بيوبيلري اريا. تمام؟ ببتدي بقى انا اهز الايه؟ المرايه بتاعتي واشوف علاقه ده ايه بالصوره اللي هتحصل. تمام؟ ده اللي بيسموها البروجكشن ستيج. تمام؟ يبقى هو البروجكشن ستيج ان احنا هنشوف البيهيفير بتاع اللايت اللي جاي من الريتنا ده لما نبتدي نحركه هيتحرك ازاي واحنا باصين على البيوبيلري اريا بتاعت البيشن. اذا بص احنا عندنا ثلاثه ستيبس زي ما اتفقنا، الومينيشن تمام وريفلكس وايه والبروجكشن ستيج بتاعه. بص بريدماسكوبس اللي شغاله دلوقتي اللي هي بتبقى سيلف الومينيتد بتبقى لمبه كده والابرتشر اللي بتطلع الستريك. تمام؟ وبعدين في ريفلكتنج ميرور كده الضوء بيخبط هنا ويطلع كده على عين العيان، ادي الالومينيشن. عين العيان هتنور، ادي الايه؟ الريفلكس. هتبعت النور ده يروح لي انا بقى. وابتدي انا اهز ده اشوف بقى البروجكشن ستيج بتاعتنا ماشيه ازاي. بص شوف انا اقدر اتحكم في طبيعه الضوء ده بالتحكم في المسافه دي. شوف المسافه دي والمسافه دي. شوف دي عدسه اسمها الكوندنسر. لو قربت بعدت عن الكوندنسر هتطلع لي ريز كونفرجن، لو قربت منها هتطلع لي ريز ايه؟ دايفرجن. يبقى انت ممكن تتحكم.
طب ما لو خليتها في النص نص نص كده ممكن اعملها فرش. هو ده الصباع بتاع الريتينوسكوب اللي انت بتطلعه وتنزله في صباعك ده بتحطه كده على الريتينوسكوب في حته في الاسطوانه بتطلع وتنزل انت بتحرك بيه الكوندنسنج لينس دي. هي اللمبه على فكره بتبقى ثابته اللي هي دي المسافه بين اللمبه دي اللمبه عاده في الاجهزه اللمبه بتبقى ثابته انت بتحرك ايه اللينس دي هي اللي انت بتحركها. تحريكك لللينس ده بيتحكم في اللايتس اللي خارج لبره شارب رفيع قوي او تخين قوي او ديفيوز قوي زي ما انت عايز. هغير في الباترن طبعا طبعا بس انت لازم تبقى عارفه انت شغاله باني باترن. اصل تفرق بقى ان انا اشتغل ببلين ميرور واطلع ريز بارلل وان انا اشتغل بكونفيك كونكيف ميرور اطلع ريز كونفرجن. هي جرادوال يعني هي ما فيهاش تكه هي جرادوال من تحت لفوق. هي عشان اديك حريه الصنعة بقى. ده معناه ان اي حد هيعمل مختلف عن الثاني لازم يجيبها نفس المكان بالظبط. لازم انا اول ما اقدر اقول احط صباعي انا ليه طريقه معينه بروح جايبه للاخر ونازل سنه صغيره انا عارف السنه دي فين. حتى الماير تلسكوب ليه ما تضمنيش اللي العامل بيلمع بينظف حاجه رعلاق حاجه لازم اي هاف تو تشيك ات كده. انا اول ما بقعد عليه بروح ماسكه بروح مطلعه للاخر بروح منزله الحته اللي انا عايزها بوقفه في حته معينه كده ميد واي بين الاثنين دول. ها؟ ايه؟ واضح الموضوع انترستنج يعني بس اعجب انكم تديني فرصه يعني. هي الكوندنسنج لانس دي ليها نفس الكريتيريا بتاعت الكوندنسنج لانس بتاعت الانلاين عايز فرصه ادوني فرصه. هتعرفوا كل الكلام ده والله الكلام ده كله جميل وهتعرفوه دلوقتي حالا. بص اهو ريتينوسكوبي ثلاث ستيجز الليمينيشن ستيج ريفلكس ستيج وبروجكشن ايه ستيج. الليمينيشن ستيج بص احنا هننور ازاي الريمينيشن ستيج لايت سورس لوكيتد بيسايد ذا بيشنت هيد ده ابسط ريتروسكوب اللي هو المرايه اللي كانت بتلات تعريف اللي كنا بنشتغل بيها زمان دي. ابسط ريتروسكوب كان عباره عن مرايه بلين ميرور فيها خرم في النص بس كانت كده تمام. كنا اللايت سورس ده كانت لمبه نحطها فوق راس العيان كان في زمان اوضه انت ما بتبقوش عليها كان اسمها الاوضه الضلمه حجره المظلمه دي انا اول مره كنت اشوف اوضه كده مدهونه بالاسود الدهان بتاعها الحيطه لونها اسود. اه دلوقتي في موضه وفي ناس معدي بتدي ان هو بصدق ما لناش دعوه بس كان زمان. انا بقول لكم الراجل المقاول لما جه يعمل لنا العياده الخارجيه يجددها انا بقيت اخوفه من الاوضه دي. هو اول ما دخل كده استغفر الله العظيم ايه ده؟ ايه الاوضه السودة دي؟ قلت له بص لو ما عملتش الشغل صح مصيرك هنا هعبسك هنا في الاوضه دي. شايف ملهاش حتى يعني حتى لو في نور مش خلاص مفيش نور فيها دي تمام؟ فهي الاوضه السودة دي كانت معموله اوضه ياما قضينا فيها ساعات. ويعني بقى لمبه محطوطه فوق راس العيان كنا بنطول لمبه 200 قد كده تخينه تسخن راس العيان تولعها واحنا بقى لسه بنتهته في الريتينوسكوبي نقعد ساعه في كل عيان نعمل له ريتينوسكوبي وانت بقى بتجيب صوره اللمبه دي في المرايه تروح عاكسها فين؟ في وش العيان. هو ده اللي كان بيحصل لسه بيحصل ولسه بيحصل؟ لا ما عادش بقى في كله ما عادش لا في بس الاوضه مش مدهونه لا ما دي الفرق. اللايت سورس بص was located beside the patient head and the light reflected على البيشنت اي فروم دي بلين. بص بقى دي بلين او كونكيف ميرور هي دي بقى بدل حركه الصباع اللي انت بتعمليها دلوقتي بلين ميرور او كونكيف ميرور. كان زمان في مرايتين وساعات كانت تيجي المرايه زي اللبيسه كده بتاعت الجزمه ليها طرفين طرف بلين ميرور وطرف ايه كونكيف ميرور تمام. هيلد باي ذا اوبزرفر ذا اوبزرفر فيو ذا بيشنت اي ثرو ا سمول هول ان ذا ميرور. اهي ادي بتاعت ايام سيدنا عكروت دي سنه 1800 وحاجه دي اول ما قالوا يا ريتروسكوب اهو كانت عباره عن مرايه بلين كده زي ما انت شايف وفيها خرم صغير في النص اهي. طب دي مرايه واحده زي الثانيه ما هم ما يا كده ما في كانت في كده دي كانت موديلات ده اول موديل نزل تمام. بص اهو اهو اللي ماسكها في ايده دي اللي عامله زي اللفيزه دي فيها ناحيتين بيقلبها الناحيه الثانيه يعني دبها في سايد ده. بص فين الضوء؟ فوق راسه خدت بالك اهو عشان برضه تعرف التفسير دي ماشيه ازاي. الضوء فوق وده الاوبزرفر وده البيشنت اهو. بص ماسك ايه المرايه في ايده ايه؟ بلين او كونكيف ميرور اولد باي ذا اوبزرفر. اللايت بيمشي ازاي؟ اهو اللايت هيجي من هنا هيخبط مين؟ في الميرور تمام وينعكس على عين العيان. هو ده بقى خدت بالك دي ابسط حاجه كانت موجوده عندنا زمان تمام. الريتينوسكوب ده ذاتي طلعوا الكتريك ريتينوسكوب
خدت بالك لارجر ريبليس ذيس سيستم. هاويفر ذا برنسبل اند نومنكلتشر اوف ذا ريميندر زي ما هي نفس النومنكلتشر ونفس الايديز هي بالظبط. بس بدل المرايات بنلعب بالايه بالكوندنسنج ديز دي زي ما نشوف دلوقتي. بص ده الالكتريك ريتينوسكوب الجديد. مصدر ضوئي عندك اللي هي اللمبه تحتيها في بطاريات او شاحن واخد بالك، والعدسه اللينس اللي قدامك دي والميرور اللي موجود عندك برده ب 45 والضوء بيطلع على الكوندنسنج لينس على الميرور ينعكس يروح على عين ايه البيشنت ينور لك الريتنا. نفس البرنسبل ونفس النومنكلتشر زي اللي بتستخدم فين في الميرورز بتاعتنا. تمام بص ادي العين العيان وادي اللمبه تمام وادي الميرور. دي الميرور في بوزيشن 1. اللايت هيطلع من اللمبه هيخبط في البلين ميرور، خلي بالك دي بلين ميرور، هيتحرك كده زي ما انت شايف لعين العيان هينور لك الفندس بتاع العيان. تمام ده البوزيشن ايه. طيب لو انا هزيت المرايه دي حطيتها في بوزيشن تاني، بص لو انا خليتها في بوزيشن تاني شوف اللايت هيروح فين، غير مكانه ولا لا؟ خلي بالك من الكلمه دي، انا لما غيرت وضع المرايه اللايت في الريتنا غير مكانه. تمام تحرك من مكانه من بوزيشن A لبوزيشن B. خلي بالك مش هيبقى A B، هيبقى من بوزيشن A لبوزيشن B. تمام صح ولا لا؟ اهو بص ارجع لك تاني، ادي كان بوزيشن A كده، بوزيشن B بقى بص عامل ازاي اهو، ادي بوزيشن تاني المرايه في M2 هتوديني الصوره فين في البوزيشن B. تمام ده لو كانت المرايه ايه بلين ميرور. تمام دي لو كانت بلين ميرور يبقى انا بص اهو الالومينيشن ستيج في البلين ميرور. خدت بالك بيقول لك when plane mirror is used the light is moved across the patient fundus from A to B by rotating the mirror from M1 to M2. مظبوط كده اهو. يبقى انا لما حركت المرايه من M1 ل M2 البوزيشن بتاع الاوبجكت في الريتنا الالومينيشن اتحرك من A to B بالشكل ده. ماشي اهو. يبقى note that the illuminating rays move in the same direction as the mirror. بخلي بالك بقى من الكلمه دي، يبقى انا عملت كده الصوره اللي هتطلع كده. ما هي اهي نرجع تاني اهي دي اهي صح. يبقى انا بص اهي ببساطه شديده انا لما اعمل المرايه دي كده يبقى الصوره هتتحرك كده من هنا لهنا صح. يبقى ويز ولا مش ويز؟ دي ويز. مالناش دعوه باللي بنشوفه برضه، احنا بنتكلم لسه في الالومنيشن ستيج. تمام بص بقى طيب ادي بيقول لك ذا سيم ستيج. طيب بص الحكايه دي ادي عين العيان بقى. بص هنجيب الضوء بقى من ورا راس العيان على الميرور في الام 1 دي. بص الصوره هتيجي ازاي؟ هتخبط هنا بس الصوره مش هتيجي من هنا. انت بتشوف مصدر الضوء كانه فين؟ جاي من ورا من اس 1 هيروح رايح اهو على الريتنا بتاعت البيشنت نار. ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟ ازاي؟ الحمد لله السلامة. ازاي؟ ايه ده؟ الايه هو؟ طيب هم شكرا. انا كنت في عدد مشوار تفضل. اما نتكلم بعد الحصه. تعال بعد الحصه يا باشا. هنتكلم بعد الحصه. طيب حاضر. اللمبه دي اثر ورا راس العيان اللي احنا كنا شغالين بيها، بس هي لما بتروح عين العيان ما بتجيش من فوق راسه، بتيجي كانها جايه من عمق المرايه بتاعتها. تمام؟ اهو بص بقى هنحطها في البلين الثاني ده. شوف البلين الثاني ده الضوء هيمشي ازاي؟ هيخبط كده اهو. تمام؟ والمصدر الضوء هيبقى كده، الصوره هتيجي كده. بص بالمنظر ده اهي، بص اهي. شوف البوزيشن M2 هيوريني كان اللمبه جايه من ورانا انك نازل بالبنديكولار على المرايه اهو. خدت بالك؟ هنروح S1 يبقى برضه الاوبجكت هيروح كده. يبقى شوف انا لما حركت المرايه من M1 ل M2 حركت لي الريز من ايه؟ من R1 ل R2، حتى لو احنا حسبناها بالصوره اللي موجوده ورا المرايه كده. طيب بص اهي اهي، بص بقى بعملها لك ازاي اهي. شوف يبقى انا لما بحرك المرايه خدت بالك ازاي الاوبجكت بيتحرك ايه معايا بالظبط اهو. تمام الالومنيشن بتتحرك معايا اهي صح. تمام طيب لو استخدمنا كونكيف ميرور وسفوكال لينس اقل من الديستنس بيني وبين البيشنت، خلي بالك الكونكيف ميرور دي ليها فوكس حقيقيه لان دي بتجمع الضوء قدامها عكس العدسات. كونكيف ميرور بتجمع. تمام كونكيف ميرور هنحطها في مسافه اقل من بيشنت اوبزرفر اوكيشنال يوز فور ريتينوسكوبي اللي هي الفوكال ديستانس كام؟ 25 سم. تعالى نشوف
The real image of the light source is formed between the patient and the observer, and the close to the patient's eye. كلام مسخرة ملوش لازمة. This real image acts as a bright light source for illumination of the patient retina. However, the illumination moves in opposite direction of the mirror. ده اللي مكتوب في كتاب كلينيكال اوبتكس بتاعكم. طب نشوفها، تعالى نشوف بقى. ادي عين العيان اهو، وادي مصدر الضوء. تمام، هنستخدم مرايه شكلها ايه بقى؟ كونكيف بقى. الفوكال ديستانس بتاعتها اقل من المسافه اللي بيني وبين العين. طب بص اللايت هيجي اهو، هوريك اهو. بص الضوء هيتجمع فين؟ نقطه تجميع الضوء ده هي الفوكس بتاعتها. اقل من المسافه اللي بيني وبين العين ولا لا؟ ها؟ ما بصي انا هنا كان انا دي عيني انا بتبقى ورا المرايه دي. صح؟ ودي البيشنت. الفوكال ديستنس بتاعتها فين؟ اقل من المسافه اللي بيني. اديك قلتيها ببقك. يبقى الفوكس بتاعتها اقل في المسافه بيني وبين البيشنت، صح؟ ادي معنى الكلمه اللي قالوها. طيب بص بقى، لو حركنا الكونكيف ميرور في الاتجاه ده M2، شوف الضوء هيحصل له ايه؟ اولا الفوكس هتروح فين؟ والضوء هيحصل له ايه؟ بص اهو، بص الضوء هيتجمع فين؟ في النقطة دي. طب النقطة دي لما تنزل بقى وهي اللي تنور لي في عين العيان هتوديها فين؟ to the opposite down. خلي بالك بقى. يبقى شوف هنا بقى لما اتحرك الكونكيف ميرور ايه اللي حصل بقى؟ الالومنيشن على الريتنا اتحركت ويز ولا اجينست؟ طب ما تيجي نثبتها ونشوفها بعيننا اهي. شوف لما نحرك دي كده انت حركت الاوبجيكت هنا في الناحيه الثانيه. فاكر في البليب ايرور كانت ايه؟ كانت ويز، انما هنا في الالومنيشن دي اجينست. بص اهي، يبقى ادي ان اللي هي النودال بوينت بتاعتي. ليه ما اللايت يمشي كده عادي بس؟ ما هو لازم يعدي في النودال بوينت. ايه؟ صباح الفل. الضوء لازم يعدي في النودال بوينت. صح؟ اه طبعا، مش احنا الصوره اللي فوق بتنزل عندنا تحت وتحت، لازم تعدي في النقطه فوق. تمام؟ Thus the movement of the reflex seen by the observer is reversed compared with the plane mirror. اهي بصي اهي، شوفي ادي بوزيشن 1 وادي بوزيشن 2 اهي. شفتوا بقى الفرق؟ ادي بوزيشن 1 ادي بوزيشن 2. يبقى بص لما بحرك المرايه خدت بالك الكونكيف الاليمينيتد اريا بتحصل ايه؟ حركه عكسها. تمام؟ اهو يبقى ادي الوضع بقى بتاع. يبقى شفنا الفرق بقى بين البلين ميرور والكونكيف ميرور. تمام؟ ها؟ ايه الاخبار؟ سرحتي ليه؟ شفنا الفرق بين الاثنين؟ ها؟ في البلين ميرور عملنا ايه؟ لما كنا بنحرك كده كان بتحرك معانا، الويش حرك معانا. في الكونكيف ميرور لما حرك كده دي تحرك عكسي، لو بتاعت كده تنزل، لو جيت كده تطلع، صح؟ اهي تاني. بصوا اهي عشان ما خدش باله من اهي. ادي الوضع الاولاني، ادي الوضع الثاني، ادي الوضع الاولاني، ادي الوضع الثاني. شفت الالومنيشن اريا على الريتنا هتبقى عامله ازاي؟ تتحرك عكسنا. خلاص؟ تمام. طيب ده بقى احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم نفس الكلام ده في الريتنوسكوب الجديد اللي هو الالومنيتد. طب ازاي مره نعمله بلين ميرور وازاي مره نعمله ايه؟ كونكيف ميرور. تمام؟ ده اللي هنشوفه بقى في الايه؟ في حكايه الصباع اللي بقول لك عليها دي. نعم. انا عايز اقول لك كان اساتذتنا بالبتاع اللمبه دي والبتاع دي بيعملوا احلى نظارات في التاريخ. احلى نظارات. انا بتوع عمر راشد ده كنت بروح له من اما كنت عيل صغير. خدت بالك ازاي؟ احلى نظاره كان يعملها لك بالبتاع دي، وقعد يقاوم موضوع الاوتو ريف ده كان الاوتو ريف ده ضرته يعني. يعني انا اشتغلت مساعد معايا وانا نايب، فطبعا كنت هلكان في موضوع البتاع واطفي النور واقعد اعمل كده واضلم الاوضه، وكان بقى اللمط كلها جنبينا وتضلم الاوضه من جنبك وبتاع حاجات كده. انما برضه بتموت يعني، تيجي في اخر الساعه 1 2 بالليل تبقى شايف قدام. قلت له ليه؟ عشان خاطر ريتونوسكو نجيب البتاع الاوتو ريف ده ان شاء الله بالقسط، بنجيبه بالقسط وانا شارك في القسط كده. يقول لي ايش يعني؟ انت عشان تعرفش تعمل نظارات. هو كان بالمرايه دي بيعمل احلى نظارات في التاريخ. تمام؟ فليه بقى؟ هو اتعود على الشغل ده، انت ما اتعودش عليه، انت راجل بتاع ديجيتال، انت واخد على الزراير بس، دوس على الزراير وخلاص. تمام؟ بص هنا بقى بيقول لك ايه؟ المودرن ريتنوسكوب بقى، مع انها ما بقتش مودرن خلاص، ما راحت عليها. المودرن ريتنوسكوب از اتشيفد باي ذا يوز اوف كوندنسنج لينس، which can move within the shaft of the anisometer. اهي شايف دي؟ اهي it can move within the shaft. بص بقى اهي، انت بتدور الريتنا والضوء يرجع بالريتنا على عين البيشنت كده بالشكل ده.
Modern electric retinoscopes incorporate both this system of illumination. It is achieved by the use of condensing lens, which can move within the shaft of the anisoma. Both already have it. أو مش دي المراية 45 اللي فيها خرم برضه تمام مصدر الضوء تحت اهو وادي الكوندنسنج لينس اهي شوف بقى لما تبقى قريبة من مصدر الضوء ايه اللي هيحصل شوف الريز طالعة عاملة ازاي لوكس دايفرجنت مش كده طيب اهي اذا الريز طالعة من هنا شكلها ايه دايفرجنت تمام طيب بص بص دلوقتي الرسمة التانية ابعد اللينس دي بقى شوية بص بقى يا دكتور اهو ابعد اللينس ابعد اللينس عن اللمبه بص بقى هتعمل ايه في الريز دلوقتي خدت بالك بص اللايت ريز طالعه ازاي كونفرجن تمام بص هتعمل فوكس هتعمل ايه بقى فوكس هنا هتلم الضوء هنا في نقطه هنا حقيقيه قدام عينك كده صح يبقى دي اشتغلت كانها ايه بقى دلوقتي دي زي الكونكيف ميرور طريقه دي لما رفعت انت بتاع دي اشتغلت زي الكونكيف ميرور اهو بص بيقول لك ايه at its lowest position the plane mirror effect is obtained and its highest position the effect of that of the concave mirror بص اهو وانت تحت كنت عامل زي البلين ميرور تمام لو طلعت فوق بص بص فرق الاضاءه بص عامل ازاي نفس الجهاز اهو شوف ايه اللي بيتحرك ايه اللي بيتحرك في الجهاز الليز كوندنسنج ليز اهي شوف شوف الكوندنسنج ليز لما بتتحرك بتتحكم في اللايت اللي خارج اهي فهمت بقى الحدوته دي؟ ايوه دكتور انا مش فاهمه الكوندنسنج لينس ايه اللي بيخليها مره تعمل كده يعني مره تعمل ديستنس عشان ديستنس انت لما بتبقي قريبه من حاجه الريز تبقى دايفرجنت قوي ممكن ما تعرفيش تلميها كل ما تبعدي عنها الريز دي بتقع خدت بالك الديستنس اللي بينها وبين اللمبه ها زي ما بتقربي حاجه من الضوء عليها مثلا عدسه تقربي بالي من حاجه مش بتغير في التكبير بتغير في وضوح الرؤيه ليه عشان اللايت ريز تمام ايوه بص بقى شفت الحركه دي If the condensing lens is moved from the lowest plane mirror position upward along the shaft of the air instrument, an intermediate position is reached. اللي انا بقول لكم بقى انا متعود عليه ده بقى. اللي هو ايه؟ اطلع فوق قوي وانزل اقل من النص شوية. اطلع فوق قوي وانزل اقل من النص شوية. At which focus of light of the microscope pulp filaments on the patient eye. هيطلع بقى هنا باراليز. بص اهو ده كده الماكسيموم والمينيموم اهو. ادي الماكسيموم والمينيموم. ده البلين ميرور افكت وده الكونكيف ميرور ايفكت ممكن توصل لوضع في النص بقى خلي بالك بقى من الحركه دي بص بص ده اعلى حاجه وده وقبليه كان اقل حاجه اهي بص استنى ده اقل حاجه ها بص اللي بعديه اهو وادي ده المتوسط انا بقى زي ما بقول لك اهو بروح راجع للاخر وانزل سن عشان اوصل للانترميديت بوزيشن ده اللي انا عايزه at which a focused light of the retinoscope bulb filament on the patient eye هيقع على البيشنت اي زي ما انت شايف اللايت هينزل هنا فوكس على الريتنا بالظبط هيكون وسط بين الاثنين بقى اللي هو ممكن يوصلنا للبارلل او يوصلنا للضوء اللي ممكن يقع على الريتنا بتاعت البيشنت سلايد ديفل نعم ما هو لسه ستيل كونفرجن بس كونفرجن على مسافه بعيده قوي خدت بالك؟ اهو ذا افكت از ذات ا كونكيف ميرور اوف ا فوكال لينس ايكويفالنت تو ذا ريتينوسكوب اللي هي بتدي patient distance ناقص patient distance بتاعته and is of no value for retinoscopy as the image of the light source is coincident with the patient eye يعني ايه بيقول لك ايه لما توصل للمرحله دي كده خدت بالك انت هتوصل انك انت بتقع وتوقع اللايت ده خدت بالك ازاي مع النودل بوينت بتاع البيشنت عشان كده المسافه بعد كده ما تفرقش تمام بص اهي however If the retinoscope condensing lens is moved a short distance back down the shaft to the retinoscope, the plane mirror effect is regained, تمام؟ ولكن مع much brighter illumination. يعني لو انت كنت تحت قوي وادالك divergent rays, الالومنيشن تبقى قليلة. لو طلعت فوق قوي هيبقى شاربر قوي. لو جيت في النص هيديك البلين ميرور افكت بس with more ايه؟ sharpness في اللايت والالومنيشن. اهو بص بص هنا يعني بقى بيقول لك ايه بالمنظر ده كده يتكون لك virtual image as S1 of the light source is formed just behind the patient eye لو انت في الوضع الميد بوزيشن ده بيقول لك ايه بيقول لك دلوقتي انت ما عدتش محتاجه لا بريم ميرور ولا كونكيف ميرور بتقدري تحصلي على الافكت ده بايه بحركه الكوندنسنج لينس دي اذا نزلتي تحت قوي
اللايت هيبقى دايفرجنت والالومينيشن اقل. ماشي. اذا طلعت فوق قوي هتبقى مور برايتر، واخد بالك؟ هتبقى مور ايه برايتر. خدت بالك؟ اذا وصلت للنص بقى اللي انت عايزاه بقى توصلي له، ده بيعمل لك ايه؟ بيديك بلين ميرور افكت عشان ما يعكسش. خلي بالك الكونكيف ميرور بتدينا عكس الحركه. انا مش عايز عكس الحركه، انا عايز زي الايه، زي البلين ميرور، بس عايزها تبقى بتلمع شويه، مش عايزها تبقى مطفيه. فقال لك عشان توصلي بنفس الحركه وتلاقي الالومنيشن احسن، اشتغلي في الميد بوزيشن ده. طب انا عارف ان انا وصلت له، ما هو ده اللي انت بتتعلميه بقى، انك انت تعملي على الحيطه، تجيبي التلسكوب صورته على الحيطه. اذا نزلتي تحت قوي هتلاقي ايه الريد ريفلكس ده عريض قوي، اذا طلعتي فوق قوي هتلاقيه رفيع قوي. لا انا عايزه عريض ولا رفيع، عايزه متوسط. على كل الحاجات بالظبط كده هاخد من ده. الله ينور عليك، هناخد من كل ايه بستان. طب هو يعني هو ما ينفعش اجيب مثلا نص الطريق ولا هو ما هو هي مش بتيجي قوي نص الطريق، انت بتجيبها لغايه الاخر وتروحي نازله سنه صغيره تحت، سنه تحت لا مش بالنص بالظبط. هو حاجه معلش كلهم بتجيبوا على الميدوي. اه بس انا اقول لك ليه بعد. انا عايز مثلا كنت متوقع واحد فيكم ممكن يسالني سؤال يقول لي ايه، يقول لي طب ليه الشركه ما عملتش تكه في النص؟ صح ولا لا؟ حتى انا نظافه كده مخ يعني. هقول لك ان كل واحد فينا ليه وركينج ديستانس مختلفه. صح لو مؤاخذه؟ لو مؤاخذه يعني، لان انا ممكن اشتغل على 25 سم، واحد هيشتغل على 40 سم، واحد يشتغل. فعشان كده كل واحد الريتروسكوب بتاعه بيظبطه بالوضع اللي عايزه. عشان كده بقول لك انا كل يوم اما اقعد على الريتروسكوب ده لازم اظبطه انا نفسي. اروح نازل لتحت وبعدين رافعه سنه، واروح نازل في المكان اللي انا بتريح فيه. ليه بقى؟ لان انت بعد شويه هيبقى في لغه بينك وبينه. لان انت هتشوف بعد شويه ان الوركينج ديستنس ده قصادها فيه باور، هترجمها الباور في الريفراكشن. فاهمين ازاي؟ الضغطه دي مالهاش اي دعوه بالبيشنت اي ولا كلها على الاوبجيكتيف؟ لا لا دي كلها بتاعتك انت، مالهاش دعوه خالص خالص. ما ده اوبجيكتيف انا اللي بشتغل بيه كل حاجه. لا الوضع اللي هو بيديك الالومنيشن الكويسه، خدت بالك ازاي؟ ويديك في نفس الوقت البلين ميرور افكت مش الكونكيف ميرور افكت. طب وايه المشكله لو كانت يعني ايه الكونكيف بتعكسي؟ لو اشتغلتي على الكونكيف ده سؤال كويس. دكتوره بتقول لك دي عايزه يعني بتعمل ثوره، بتقول لك انا لو اشتغلت ايه يعني كونكيف يعني؟ لا كونكيف يعني ايه تعكسي الرول. يعني لو بتتحركي ويز استخدمي ماينس لينس. لو بتتحركي اجينست تستخدمي بلس لينس عكس الجدول اللي احنا كنا شغالين بيه، القاعده اللي احنا شغالنا بيها. لو اشتغلتي كونكيف هتعكسي. فهمتي؟ فدي بتلخبطك، يعني ممكن تلخبطك في الشغل. فانا عشان كده عايز اشتغل زي الميرور البلين، بس اخد شويه ادفانتج بتاعه الايه؟ الكونكيف ده. تمام؟ يس. بالظبط. ولو لا شغال عادي، بس الالومنيشن هتبقى ضعيفه قوي. طب لو جبت في النص هو ده طبق عليه بقى انهي واحده؟ البلين ميرور بس بجود الالومنيشن، هو ده اللي بنحب نشتغل بيه. خدت بالك؟ هتطبق عليه القاعده العاديه اللي هي اللي بتحط لك ويز، هتبقى ويز واجنس زي اللي شفناها في الاول. استخدم بلس لينس مع الويز وماينس لينس مع الاجنس، مش مشكله. بس انت لسه ما زلت محتفظ بالبلين ميرور افكت بجد. بص اهو، the retinoscope is now acting as a concave mirror for focal length slightly exceeding the observer patient distance. تمام؟ أكثر من patient distance هو زي ما تشاك. تمام؟ This arrangement is useful in clinical practice for two reasons. First اللي هو ال plane mirror effect. خدت بالك؟ الوضع ال mid position اهو. اهو بقى احنا جايبين الصدارة دي عشان خاطرك اهو. اتفضل. سادة كرام بص. اهو وضعيه الميد بوزيشن فايدتها ايه قدامك اهي. بيقول لك ايه؟ This arrangement is useful in clinical practice for two reasons. First the plane mirror effect اللي هي انك تطبق القاعده بتاعتنا اللي بتتحرك ويز تستخدم بلس لينس اجينست يبقى ماينس لينس. السكند بقى البرايت لايت اتشيف ده اللي بيخليك تشتغل مور كونفينينت احسن. Which makes retinoscopy easier when the pupil is small and when there is an opacity in the media of the patient. ساعات الاوباسيتي تخليك عايز الالومنيشن ايه؟ مور عشان تقدر تشتغل من خلاله. يبقى شفنا وضع الميد بوزيشن ده عمل لنا ايه؟ ادانا الايه؟ اللي انت كنت بتقولي عليها من كل بستان الظهر بقى اهي. اداكي البلين ميرور افكت عشان الرولز تبقى هي واداكي برايتنس بتاعت الكونكيف ميرور افكت. يس. طيب
مالها لوباسي هتبقى برضه زي فايروس اوفثالموسكو اللي هي لو هي انكونتر بيبول هتبقى اوقات البارالاكس البارالاكس مش بنعملها قوي بالبارالاكسكو مالهاش قيمه يعني مش دي نفس الايفكت بس مالهاش قيمه ان انا مش اوبزرفيشن يعني وانا ببقى شايفك بسيط يعني يبقى عرفنا بقى يا شباب دلوقتي ايه انك ازاي تعمل كنترولنج للبروبرتيز بتاعت الريتروسكوب اهي انك تحرك الكوندنسنج لينس دي اواي او كلوزر تو دي اهي بصوا بقى اهي اهو اهي شفت بقى حركه اللينس بتغير لك الضوء اللي انت عايزه عشان كده انت بتطلع للاخر خالص لفوق وتنزل تحت سنه صغيره عشان تاخد الدبل افكت بقى تاخد الحسنيين عارف الحسنيين تاخد الحسنيين تمام اهو نجرب ده وحيطه الاول بالظبط انت بتعمليه الاول تظبطيه تشوفيه على اي حاجه وتظبطيه لا بقول لك طلعي فوق خالص وزي سنه صغيره تحت تمام الريفلكس استاذين كنا في طيب الريفلكس ستيج بقى بص بيقول لك ايه خلاص احنا عرفنا الالومينيشن وعرفنا يعني ايه بليد ميرور افكت ويعني ايه كونكيف ميرور افكت ويعني ايه وضعيه الميد بوزيشن اللي احنا اشتغلنا بيها بقى طب خلاص احنا نورنا مين دلوقتي نورنا الريتنا هنشوف بقى الضوء هيجي من الريتنا عامل ازاي ده هيعتمد على الايرور اللي موجود عند البيشنت خلاص دي مرحله بقى خلي بالنا بقى تصحصحوا معايا لان دي هتعتمد على الضوء اللي راجع بص بيقول لك ايه بيكوز ذا بلين ميرور افكت از يوزوالي بريفيرد ان ريتينوسكوبي ذا فولوينج ديسكريبشنز اند دياجرامز الستريت ذا بلين ميرور افكت يعني بيقول لك بما ان البلين ميرور افكت هو المطلوب في الشغل فكل الدياجرامات اللي هنرسمها هتعتمد على البلين ميرور افكت ده. An image A1B1 of the eliminated retina is formed at the patient far point. خلي بالك ما هو مش احنا اتفقنا قبل كده في الايرز ريفراكشن لو انت فاكر ان الفار بوينت والريتنا الاثنين كونجوجيت في الصين. يعني ايه كونجوجيت في الصين؟ يعني لو نورت هنا صوره تتجمع هنا ولو نورت من هنا صوره تتجمع هنا. دي معنى كونجوجيت في الصين واحنا اتفقنا كده. ان البانكتم ريموتم والريترا بتاعت البيشنت الاثنين ار اي كونجوجيت في الصاير حلو انت دلوقتي نورت مين الريترا طب الضوء اللي خارج من الريترا هيروح فين البانكتم ريموتم اللي هي عباره عن ايه كونجوجيت فوكس بتاعت الريترا يبقى هي دي معنى الكلمه دي خلاص يبقى ان ايمج هتتكون في البانكتم ريموتم بتاعت البيشنت فار بوينت ذس ايمج مي بي كونستراكتد يوزنج 3 رايز زي ما هنشوف دلوقتي طب الام تروب بص الام تروب ادي عين الام تروب تمام طيب بص الام تروب ده البرنسبل اكسس بتاعت عين ادي نقطه او بودي A وبي نعتبرهم اتحركنا من A لB او هي فورمد A B زي ما انت عايز خلاص لما يجي نرسم الضوء اللي خارج من عين دي مش دي عين ام تروب طيب بص دي ان واف انتيريور بتاعت العين لو بارل ري طالع هيعدي منين ولو اف لو عدى في ان يعدي منين اولا لو بارل ري طالع هيطلع يمشي فين في اف انتيريور صح ولو عدى في النودال بوينت هيعدي اون ديفيت اذا الضوء هيجي منين مد دول على طول في ريفيت لو عاوز صدق راه الفار بوينت بتاعت الميتروب كانت فين اهو خلاص صح ولا لا اللي هي البانكتم ريموت يس ما هي الفار بوينت البانكتم ريموت موجوده فين؟ في الانفينيت يبقى اذا انا الاضاءه اللي نورت عندي في الريتنا صورتها هتروح فين؟ في الانفينيت خلاص ادي الريفلكس ستيج بتاعت الام تروب ماشي اهو ان ايمج اي 1 بي 1 اوف ذا ليمينيتد ريتنا از فورمد ات ذا بيشنت فار بوينت اللي هي فين في الام تروب؟ في الانفينيت طب وانا كاوبزرفر هشوفها ازاي؟ ما دي ستيج ثلاثه بقى اديني فرصه انتوا قارشين من حته ليه النهارده؟ في ايه بس مش قادرين تهدوا ليه؟ قول له هنقول بص اهو مش احنا خدنا الاول البرين افكت اللي هو الاليومينيشن وبعدين دلوقتي بناخد الريفلكس وهنشوف بعد كده الاوبزرفيشن عامل ازاي؟ بص بقى لو هايبر متروب ها بص اللي بيعدي في النودال بوينت بيعدي ار ريفراكتد ولو اللي يطلع قدام بقى يروح فين؟ اولا هايبر متروبس دي عين قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه يبقى الريز بتطلع منها شكلها ايه؟ دايفيرجن ماشي دايفيرجن ماشيها دايفيرجن اهي بص كده وادي البارل هتطلع تعدي في اف انتيريور طب بس لما تمدهم بقى ورا بص طلع ازاي دايفيرجن مد بقى الدايفيرجن دول ورا اتكونت فين الصوره؟ الله الله الله
الهايبر متروبر فار بوينت بتاعته كانت فين؟ كانت فيرتشوال ايمج ولا ريال ايمج؟ كانت فيرتشوال وموجوده فين؟ بيهايند ذا ريد، صح؟ مش هي كانت كده؟ صح، يبقى كلامنا صح. ماشي؟ اهو ان ايمج اي 1 بي 1 اوف ذا ريتنا از فورمد ات ذا بيشنت فار بوينت، اللي هي هنا فين؟ ورا الريد. خلاص؟ فاضل مين؟ المايوب. المايوب عينه قويه ولا ضعيف؟ قويه. هيطلع منها الريد تتجمع فين؟ كونفرجن في نقطه عرقيه قدام عين. تمام اهي، بص الريز هتطلع كده اهي من العين، وشوف العين طويله شويه، احنا مطولينها شويه. بص بقى دي اهي اللي هتخبط في اف انتيريور اهي، هتروح بقى مكان تقاطعهم بقى هيعمل لك مكان الاوبجكت. طب هنا بقى بص، انا اسالك بقى سؤال، اسالك سؤال، البنكتر الموتور بتاعت المايوب فين؟ نقطه حقيقيه قدام عينه على الاقل من 6 متر، صح ولا غلط بقى؟ يبقى اهو، يبقى احنا نورنا عين العيان، اللايت اللي طلع منها راح فين بقى؟ في البنكتر ريموتم بتاعها. اذا كان المتروب راح فين؟ في انفينيتي، واذا كان هايبر متروب ورا الريترا، واذا كان مايوب متفقين يا الكرام؟ ماشي الحال كده؟ ماشي كويس اهو. يبقى احنا متفقين ان حكايه الريفلكس دي معناها ان اللايت اللي هيطلع من الريترا هيتجمع عندنا في البنكتر ريموتم بتاعت الفيشن. نيجي بقى لايه؟ بروجكشن ستيج. ايه بقى بروجكشن ستيج ده؟ هنا بقى هنشوف الفار بوينت دي لما احنا بقى نستقبلها. انا هاخد بقى الاضاءه دي اللي جايه وانا هستقبلها. انا اللي هستقبلها دلوقتي. واشوف لما احرك انا الاضاءه دي الصوره هتتحرك ازاي؟ مع العلم، مع العلم، خلي بالك بقى عشان ما تتلخبطش مني وتقع مني دلوقتي. مع العلم ان لو الصوره اتحركت عندي في شبكيتي انا من فوق لتحت، يبقى انا هشوفها بتتحرك من تحت لايه؟ لفوق. خلي بالنا من الكلمه دي، هي دي التركه، لو فهمتها هتفهم الحته دي. تاني لو انا على الشبكيه بتاعتي انا صوره اتحركت من فوق لتحت على شبكيتي انا الاوبزرفر، هحس ان الصوره دي فين قدامي؟ لو هي متحركه من فوق لتحت هحس انها راحت فين؟ من تحت لفوق. ماشي؟ لما اقعد انا بشوف صوره مقلوبه طول عمرنا من ساعه ما اتولدنا، والله يعني طول عمرنا من ساعه ما اتولدنا وانا بشوف الصوره مقلوبه، صح ولا انا غلطان؟ هي بتتعدل في البرين وات، صح كده؟ تمام. هو احنا الداتا اللي وصلنا لها بالام تروب والهايبر تروب، الصوره دي حقيقه المفروض تكون في المكان ده، بس احنا بسبب الريفلكشن واللينز والهالو احنا بنقدر نستقبلها، صح؟ دي الفكره؟ ما هي لا، احنا ماشيين معاها ستيب باي ستيب. مش احنا طلعنا دلوقتي البنكتر ريموتم؟ ايا كان مكان انا هاخد بقى دي واشوف دي هتعمل ايه عندي في شبكية تانية. هي دي بقى البروجكشن ستيج. تمام؟ انا هاخد بقى دي اللي وصلنا لها في الثلاث مراحل دول واخدها في شبكيتي انا اشوف هتعمل ايه. ماشي؟ اهي بص بقى. The observer view the image A1B1 of the illuminated retina AB. خدت بالك؟ From convenient distance، المسافة اللي أنا قاعد بيني وبين العيان فيها usually 1 meter. Usually at 1 meter، المسافة اللي بيني وبين العيان 1 meter. The observer does not see the actual image، بقى بيرد عليك أيوة حضرتك. بيقول لك إيه؟ The observer does not see the actual image A1B1، but the rays from A1B1 are seen as an illuminated area or reflects in the patient's pupil. يعني انا مش هشوف صور بقى، انا هشوف الريز اللي جاي. خلاص احنا الصور دي اتفقنا عليها في المرحله اللي فاتت، مرحله الريفلكس، بس اللي انا هشوفه مش الريتنا. يعني بردري على كده، انا ببحث على العيان ما بشوفش الريتنا بتاعته، انا بشوف حمار بس لون احمر. ايه بقى النور الاحمر ده؟ ده اللي جاي لي من الريتنا في الاتجاهات دي. تمام؟ يبقى انا هشوف الريز بس. بص بقى انا عملتها لك اهو، صغرتها لك اهي. مش ده كان اخونا مين ده؟ الامتروب اهو. الامتروب بص الامتروب لما كان الاوبجكت هنا اسمه اي بي كان موجود هنا. تمام؟ اهو اي بي. ما هو اي بي معناها ايه؟ بنتحرك من اي تو بي. لما احنا حركنا المرايات من عندنا بنتحرك اي بي، هو معبر عنها اي بي وخلاص. الريز طالعه من هنا شكلها ايه؟ فرق. انا ده هيضيع مني بره، فهعمل واحد بداله هنا اهو. الفرق ده بص، فرق ده هيخش يعدي في النقطه الفوق.
وده هيخش من هنا من اف دي وده كده هنا يطلع هنا فعلا. عامل السور هنا كده عامل صح؟ تمام؟ طيب لما مد الكارل ريز دي لورا هنا هتتقابل فين؟ في الانفينيتي. طيب قال هنا بقى السور لما اتكونت بقت ايه؟ اوبزرفر بي اوبزرفر. يبقى ده معناه ان اتحركت عندي فين؟ اتحركت فين؟ من فوق لتحت من هنا اهو من فوق لتحت تمام. يبقى انا هشوف هتحركت فين في الهواء هنا؟ من تحت لفوق تمام؟ من فوق لتحت. يبقى الصوره جت من هنا نزلت كده يبقى انا هشوفها كده. دي اللي بيسموها الموفمنت فيز. ليه؟ انا حسيت ان الاوبجكت اتحرك. الاوبجكت او النور اللي جاي لي ده من هنا اتحرك من هنا لهنا تمام؟ ده اللي بنسميه الموفمنت ايه؟ ويز. طيب تعالوا نشوف اكزامبل تاني اهو. انا احس ان الضوء اتحرك من هنا راح هنا. دي اللي بيسموها الويز موفمنت بقى بتاعها تمام. طيب بص بقى في الهايبر متروب ايه اللي حصل؟ الريس طالع عامله ازاي؟ دايفرجن صح كده؟ تمام؟ هنشوف السيم دايركشن ازاي؟ اللويز موفمنت هتيجي ازاي؟ تعالى اشرحها لك اهي. ادي هنا عرفنا اتحركنا من البي من الاي للبي تمام؟ الريس طالع دايفرجن واتجمعت هنا ودي كانت الفانكتور ريموت. انا دي بقى هشوفها ازاي هنا؟ اهي خلي الريس دي تخش كده وخدت الريس زي ده بالظبط هنا دخله لي كده بس الريس ده خلي بالك بيتقابل هنا. اهو اللي معدي من اوضه الفوز للاوبجكت ده اهو تمام. يبقى انا برضو اتكونت لي صوره كده. يبقى انا نازل من هنا لهنا وانا نازل من هنا لهنا الصوره دي تطلع من هنا لهنا. يبقى دي اتحرك ايه؟ موفمنت ويف اجين ويف. ليه؟ لان بص اهو انا ما دام الصوره نزلت كده يبقى انا هشوفها كده كده يبقى زي دي بالظبط. بس لحظه هو انا مين اللي شفته بقى؟ مين اللي شفته بيتحرك؟ مين اللي شفته بيتحرك؟ مين انا الصورة المفروض تتحرك من تحت لفوق هنا ده في الالومينيشن الالومينيشن وصلت لي انا ازاي؟ من فوق لتحت. فانت تديني ايحاء انها اتحركت فين؟ من تحت لفوق. تحت لفوق وهي اكشولي اتحركت ازاي؟ من تحت لفوق. طب ليه؟ على شبكيه ده انا تاني تاني. بصي انا لما الصوره تقع لي كده احنا متفقين لغايه هنا الصوره وقعت لي كده على الرسمه بتاعتي انا. الصوره لما اقول انها جت من A to B ما احنا قلنا A B دي مش اوبجكت دي حركة زي ما شفناها في المرايات. انت في المراية عملتي كده صح؟ اهي بصي انت لما تشوفيها من ايه راحت لبي هتشاوري عليها ازاي في قدامك؟ هتشاوري عليها كده انها اتحركت كده يعني انا شبكيتي كده بس انا بشوفها كده بالظبط ودي بتحصل مع الحركة مش مع الحركة بالظبط. ما احنا قلنا ما احنا ده اللي احنا اتفقنا عليه. خلي بالكم يا ولاد ان ايه بي مش اوبجكت. ده كان وضع اللايت هنا من وضع ايه لوضع بي بس احنا التسهيل الرسمه عملناها لك كده. ده هو الاوبجكت. الاضاءه لما تتحرك من ايه تو بي يبقى هي اتحركت من ايه تو بي. فانا حس انها مشيت المشوار ده هنا في البانكس اوف ريموت. ده بقى هيترجم عندي ازاي في شبكيتي انا؟ اهو الصوره عملت كده. فلما عملت كده انا حسيت انها اتحركت كده. يبقى دي اتحركت زي دي زي ويز موفمنت. ايه؟ زي الميتروبلايت بالظبط. ما ده الميتروبلايت ويز. ادي ويز موفمنت تمام؟ طيب ماشي. بص بقى لو ما يوب اقل من الدايركتريك فاليو بتاع المسافه اللي بيني وبين البيشنت نفسه تمام؟ برضه اتحرك ويز موفمنت. ليه بقى؟ بص مش ده ما يوب؟ ما يوب قلنا بيطلع منه كونفرجن جريز. جت الكونفرجن جريز هنا تمام؟ مد بقى الكونفرجن جريز دي هتلاقيها تتجمع هنا عمليه الاوبجكت هنا خلاص تمام. طيب المسافه دي اقل من الباور اللي احنا اتفقنا عليها خلاص. طيب هنا بقى بص دي اتحركت كده اهو الاوبجكت ده. هنا بقى بص انا حاسس ان الاوبجكت اتحرك ازاي؟ اتحرك كده. بص تمام. مش دي اتحركت كده اهي على شبكيه تاني اخبارها ايه؟ هنا. طب اكشولي فريدرا كانت بتتحرك ازاي؟ لا اكشولي فريدرا دي كانت بتتحرك ازاي؟ الاليمينيشن اتحركت من هنا لهنا صح؟ الاليمينيشن تاني الاليمينيشن اتحركت من هنا لهنا صح؟ انا شفتها ازاي؟ بالعكس. سيبك من الحته اللي ورا دي الحته اللي ورا دي بلاش دي عشان ما تلخبطناش. خلينا في دي والمسافه هنا اتحركت دي. دي اتحركت من A to B. انا شفتها اتحركت ازاي؟ بالعكس
بالظبط. يبقى انا شفت ازاي دي اتحركت كده، انا شفت اتحركت كده، ماليش دعوه بالحته اللي ورا الفيرتشوال دي. خلاص. طيب امتى بقى نوصل للنيوترال بوينت؟ لما انا امتى؟ لما تبقى اللايت ده يتجمع في النودل بوينت بتاعتي. ليه بقى؟ هنا انا مش هلحق اكون صوره، هشوف الريد ريفلكس تنور على طول، يا ينور على طول يا يطفي على طول. بص بقى اهي، دي بقى المهم قوي، البوينت اوف ريفرسال او اللي بيسموه نيوترال بوينت، هتوصل امتى؟ لما البيشنت فار بوينت كوينسايد مع الاوبزرفر نودل بوينت. ده سؤال مهم في شكله، ها ده سؤال مهم في شكله، النودل بوينت بتوصل امتى؟ ده شرطها اهو. تمام، تعالى اوريك اهي. بص دي هنا، هنا بص اللايت ريز اللي جت هنا اتجمعت في النودل بوينت اهي، دي هي النودل بوينت بتاعت الاوبزرفر. تمام، بس بما انك دخلت عندي في النودل بوينت فانا مش عارف اعمل لك شغل. I will see diffuse light بس no more. تمام خلاص، يبقى هي دي النيوترال بوينت. طالما هنا انت هنا مش عارف اكون لك صوره، ما انت عندي على النودل بوينت خلاص، انت دخلت جوه عيني خلاص. هشوف الديفيوز الليمينيشن، مش هعرف اعرف موفمنت، مش هقدر اعرف موفمنت. تمام تمام اهي. بص بيقول لك ايه، ذا اوبزرفر سي ا ديفيوز برايت ريد ريفلكس، ذس از بيكوز ذا موفمنت اوف ذا ريفلكس از انفيرتلي رابيدلي، يعني بيبقى سريع جدا انا ما بشوفوش، يا اما اون اند اوف بس. طب بص بقى الاحتمال اللي فاضل لنا الاخير، لو احنا بقى اهو the luminous reflex appears to move more rapidly as the point of reversal is approached، يعني كل ما يبقى انت ال point of reversal دي قربت منها تلاقي الريد ريفلكس يبقى ايه؟ حركته اسرع. دي فاكت، دي بقى لازم تعرفها في التكنيك بتاعك وانت بتشتغل. بص بقى في دي، ده هاي مايوبيا. دي فاكت، دي فاكت. بيقول لك ايه؟ وانت بتحركي ايدك كده مش بتشوفي الريد ريفلكس بيتحرك؟ ده ليه سرعه. انت تعرفي انك قربتي من الاند بوينت لما تلاقي السرعه بتتسرع قوي. الاند بوينت بتاعت الاختبار اللي احنا اتفقنا عليها دي، بتاعت الاوبزرفر. ايه البوينت اوف ريفرسال اللي هي البوينت اوف ريفرسال، انت تعرفي انك قربتي من بوينت اوف ريفرسال، خلاص قربنا نخلص. لما تلاقي النيوترال بوينت قربت تعرفي ان الريد ريفلكس ده يبقى سريع قوي. تمام، بص بقى هنا بقى ايه اللي حصل. هنا ده هاي مايوب، هيعمل ايه بقى؟ هيروح مجمع لي عامل لي صوره هنا اهي، دي صوره حقيقيه، خلي بالك دي حقيقيه على مسافه بينك وبين عيان. الصوره دي بقى لما تيجي تتكون هتتكون هنا، صح؟ هنا بقى الاوبجكت ده اللايت اتحرك منين؟ مش اتحرك من هنا، هنا انت هتشوفه بقى ازاي؟ بالعكس هنا بقى ليه؟ لان دي طالعه من تحت لفوق، فانت هتشوفها كانها نازله ريفرس. تمام؟ سيبك من اللي في النص دي، لا دي هتلاقي الريفرس بتاع دي طالعه من تحت لفوق، انما انت شفتها نازله من فوق ايه؟ تحت، لانك انت على الريتنا بتاعتك بتشوف الريفرس. خلاص؟ تمام؟ الصوره اللي هي قدام الاوبزرفر اي اهو، انت هتعدي خط اللي هو البرنسبل ده بيعدي من غير انفصال، لو جبت ضوء من هنا وعدى في النقطه البوينت هيتجمع هنا. صح؟ ها؟ عشان الفكره هي يا دكتور الصوره، ما دي موب اجانس. لا اجانس فيها ايه دي؟ يعني فيها ايه دي يعني؟ I'm sorry. اجانس هتشيل الاي بس بعد كده. يس بالظبط. تمام؟ طيب بص بقى اهو، لاحظوا احنا بقى في البروجكشن ستيج كم مره رحنا ويز وكم مره رحنا اجينست؟ ثلاث مرات ويز ومره واحده اجينست. تعالى بقى اوريها لك هنا. بص لو الصوره اتحركت ويز عندك ثلاث احتمالات، يا انت هايبر متروب، يا ام متروب، يا مايوب اقل من ناقص واحد. مش المايوب اقل من المسافه كان عمل كده؟ طب الاحتمال الوحيد اللي اتحرك اجينست انك تكون مايوب اكتر من ماينس 1. نعم، واحد ونص دي بقى ورد الديل وركينج ديستنس بتاعتك. تمام، ماينس 1 ماينس 1 دي لو بتشعر بعد متر. قلنا مفيش حد طول دراعه متر، المتر ده عايز يشعر كده. يعني انت تدي عن ظهرك كده وتدرمك كده وتبنش.
انما لو انت باصص له كده وعامل ايدك كده دي تبقى 65 سم. تمام. بص in practice this is the lenses are placed in front of the patient eye until point of reversal is seen in the observer. بيرد عليك يا سيدي عشان ليه استخدمنا واحد بس ده بيقول لك اهو correction made for the working distance add minus 1.5 diopter for 3 متر اللي هو 65 سنتي او add minus 1 for 1 متر اللي هو working distance بتاعه. خلاص. And the corrected value of the lens is equal to the patient refractive error. ادي السيدي بقى شوف بيوري لك كل مسافة ممكن تشتغل عليها ممكن تديك باور قد ايه. دي لازم تخصبها تخصميها من ال end point بتاعك. تمام. دي لازم تخصميها الباورات دي لازم تخصميها. عشان كده احنا هنا لما بنشتغل بقى زي ما بقول لك 65 سم لازم نطرح دي ماينس 1.5 ولا ده ماينس 1.5 ماينس 1.5 ما هي بس بيقول لك ايه بيقول لك الباور بتاعت الديستنس دي تعمل كذا بس لما اجي اشتغل اطرحها لان انا كاني حطيت للعيال زائد 1.5 قدام عينه. خدت بالك ده الاتروبيت ده وان دايوبتر بتاع الليتنت يعني انا كده بقى انت وانا اصلا بقى بسبتراكت من البيشنت تو دايوبترز ان هاف سو هيل اند هاف. تمام. انا كان مثلا لما كنت بشتغل مع الدكتور عمر بيه كان بيحب يشتغل اول 50 سم وكان بيطرح كان بيحط اثنين ولو في اتروبين يقطع كمان ثلاثه بيطرح ثلاثه يعني هو لو طلع مثلا هو طلع 3 يبقى اديله النظريه بتاعته بلس 1 بالظبط. طيب دكتور هو سؤال بس العين دلوقتي جاي لي وانا اصلا مش عارفه هل كان هو ايمت روب ولا مايوب ولا هايبر متروب انا ببتدي معاه ازاي؟ ببتدي معاه ازاي؟ شوف الريد ريفلكس الريد ريفلكس بيتحرك ويز ولا جانس. طيب وبعدين؟ اذا لقيت ويز خدي بلس لينسز اجانس خدي ماينس لينس لحد ما يبقى نيوترال نوصل نيوترال بوينت بالظبط. طيب ما هو انا اوصله يعني موضوع ان انا اخليه ماينس 1 هو لما يوصل للنيوترال بوينت يبقى هو كده ماينس 1 بالظبط. هو انا كنت عايز سؤالك يبقى مش كده. انت عارفه مش عارفه تسالي السؤال. عايزه تقولي لي مثلا ايه لو عيان ناقص 20 هقعد اخد 20 عدسه تيكس لونج تايم صح؟ دي بقى بتاخديها بالاكسبيرينس بتاعت سرعه الريفلكس والبرايتنس بتاعت الريفلكس. يعني اما الاقي ايه بص خلي بالكم من الحته دي بس دي طبعا دي ادفانسد يعني ريفراكشن. لو انت اول ما بتقعد تعمل الريتروسكوبي للعيان زي ما بقول لك هتبص على حاجتين سرعه الريفلكس والاضاءه بتاعت الريفلكس. تمام. كل ما تبقى برايتر كل ما انت تبقى قريب من نيوترال بوينت. كل ما تبقى سريع كل ما تبقى قريب برضو من نيوترال بوينت دي او بوينت اوف ريفرس. تمام. عشان كده مثلا ايه واحد مايوب صوره بتحرك اجنس بس اجنس تباطيك قوي ودم قوي شافي بروح واخد ناقص 10 مثلا واروح اسطر. دكتور مش برايت ان فاكت اقل من 5 دايوبتر و دي فاكتورز ثانيه دي فاكتورز ثانيه بس هو بيوريك ايه مين اعلى ومين اقل. خلينا بس ناخدهم واحده واحده مش عايزين نخطط قوي كده ان كل ما تبقى برايتر وكل ما تبقى فاستر يبقى انا قريب من نيوترال بوينت. خلاص. فدي بالاكسبيرينس انت بتعرفها. طب اذا لقيت مثلا حطيت 10 لقيتها قلبت يعني بدل ما تتحرك ويز بقت اجنس قلبت 8 بيعملها بقى حاجه كان الاستاذ عمر معلمها لي الله يديله الصحه اللي هي اسمها بتوين براكتس. يعني مش مثلا من 10 اعمل 9.5 لا انزل ابعد شويه انزل 8 لقيتها في اتجاهي اطلع 1 اطلع 9.5 انزل كده. فاهمين ازاي؟ بتوين براكتس دي حاجه مهمه جدا. خلي بالك الاوبزرفر بتتكلم لازم في الريتينوسكوبي تبقى انت والعيان في نفس البليس. لازم ما ينفعش تبقى انت واقف واقع ما ينفعش تصحى. وانا اوف ذا ستودنتس عطناه مره ثلاث مرات في الريتينوسكوبي في الفيلد بتاعه عشان كانت بتعمل فيلد بتعمل كونفرونتيشن ميثود وهي العيان قاعد وهي واقفه وكل واحنا حاطين لها كرسي في نص الاوضه. اه والله احنا اول مره سكتنا حطينا كرسي في نص الاوضه وقلنا لها اعملي كونفرونتيشن للراجل ده. ده لو طلعت واقفه له بص يا ابويا بص هنا كده لما تشوف صباعي مش عارف ايه وبتاع خلاص هو العين كان عنده ايه مانوبشن. تمام. ما ينفعش لازم تبقى عندك بلين مان. ثاني مره دخلنا في نفس اللجنه
حاطين الكرسي وانا هنعمل كونفرونتيشن مش فوقف. فبيني وبينك يعني قلبنا وجعنا يعني. لا يا دكتوره في كرسي. بالظبط عملت كده بعد سؤال ورا ما بحبش. لا ما حسيت برضه وانا بعد كده في ثالث مره. لا ثالث مره نجح ليه؟ ما قعدناها ثالث مره قلت لها ايه ده الدوره في كرسي ويمين على يمينك لك كرسي وتعملي الاختبار عشان الاختبار ده لما مؤاخذه ما بتعملش في يوم وكفايه بقى كده. ما اتخنقنا منها بقى ثلاث مرات بنمتحنها صعب يعني تمام. فخلي بالك دي مهمه جدا. واحد يقول لي ايه طب افرض ديني قاعد على رجل امك اقعد انت على ركبتك على الارض. اي دو ات. لما بيجي لي بيبي بقعد على رجل مامته وانا اقعد على ركبتي على الارض عشان ابقى في نفس المستوى. دي مهمه جدا. بص بص سيم ليفل لازم سيم ليفل مع الفيشن تمام. دي اللي هي بيسموها لوس لينس ريفراكشن انك تمسك بايدك العدسه كده. الاحسن طبعا انك تعملها وهي في ترايل فريم. طبعا ادي الاندوسكوب اهو دي بقى شايف بتاع الخشنه دي دي الكوندنسنج لينس اللي انت بتطلعها انت ما بتعملش فيها اكتر من كده. عرفنا دي دي فايدتها ايه بقى؟ ها؟ يعني ليه بنوصل للانترميديت دي؟ عشان ناخد الحسنيين زي ما اتفقنا. تاخد الابتكس بتاع البلين ميرور عشان تبقى نفس الرول وتاخد البرايتنس بتاعت الايه الكونكير تمام. او وادي الموفمنت بقى بتحرك ويزو اجانس فهي زي ما اتفقنا. طبعا الاوتو ريفت دلوقتي عامل شغل جامد جدا. بص اهو شوف لازم تبقى سيم ليفل مع البيشنت وتلبسه ايه؟ ترايل فريم وتقول له بص على حاجه بعيده تمام؟ وتقول له بص على حاجه بعيده خلاص تمام؟ بتحرك بقى ايدك اهي زي ما اتفقنا هوريزونتال وفيرتيكال. بتشوفها الاول هوريزونتال وفيرتيكال. بص بقى اوريك اكزامبل بقى اهو تمام. بص ها ده بتحرك ايه ده بقى؟ بص ويز. طب دلوقتي ايوه كده اجنس اهو تمام. لاحظ حاجه ايه؟ انا عايز اسمعك كتير. البرايت السرعه والويز تمام. ها ده بيتحرك ايه؟ ذا ويز والفيرتيكال اهو ده ويز. ده بيتحرك ايه؟ جانس تمام. بدل ما جانس يبقى ناخد ايه؟ ماينس ليز. حرك ويز ناخد ايه؟ بلس ليز. طب بتحرك جانس ايه الاحتمالات؟ جانس تمام. اهو بص بقى ده الاوبليك. هنا بقى انت بتدور على الاوبليك على المريديان ده. ساعات تبقى انت فيرتيكال تلاقي المريديان مش بتاعك مش نيوترلايز. ابتدي هات الاسبليك عليه يعني ايه مش تمام. هوريك اهو بص ده كده ماشي كده معانا صح؟ اهو تمام؟ اهو بص عامل ازاي؟ ده this is how to do في الناس اللي عندها spherical error بقى، دي ملخص لـ spherical error تمام؟ طيب بص زي ما اتفقنا بنقعد الـ plane مع الـ patient كده وعايزين نوصله لـ ناس واحد، حط trial frame تمام؟ اهو في ناس بقى بدل العدسات عندها البراد دي بدل صندوق العدسات. يعني هم دي بيسموها refraction bars. خدت بالك؟ وفي مانع تضيف عليه 10 زائد العدسه اللي موجوده. يعني ممكن تحط هنا 10 و10 وتتحرك برضه دي سلايدنج هنا في النص. يعني دي للسمبل ودي لو عدسات كبيره بالظبط تتحرك عليها دي تمام؟ في ناس تحب قوي تشارب دي. الستبس بقى اهو فيت ذا ترايل فريم تمام؟ اهو بيقول لك حط ترايل فريم وبعدين تيك كير ذات ذا لينس ابيرتشر لازم تكون ايه؟ سنترال. Fit the trial frame, taking care that the lens aperture are centered on the pupils, with the patient gazing straight ahead. لازم تحطها له في وسط عينه. يبقى عينه في وسط الفريم بالظبط، تقعد تظبط الزراير بتاعتك الفيرتيكال والهوريزونتال وبتاعت الودان وما تعملوش تلت فيها. The frame must level across the face, تمام؟ And the closer to the eye and the lashes will allow. ما تلزقهاش في رموشه قوي وتضايقه. تمام؟ أيوه. Remember always to place high power trial lenses in the back cell. يعني الارقام الكبيره احطها في الخلايا الورانيه عشان الباك فيرتكس ديستنس اللي اتكلمنا عنها قبل كده تمام. حطها تملي في الخلايا الورانيه
The former retinoscopy is a patient gazing at a distant object. خليه يبص على حاجة بعيدة إذا كان كبير في السن ومش حاطط له سايكروبليجيا أو حط له سايكروبليجيا. It is important to do retinoscopy as closer to the patient in visual axis. لازم تبقى قريب منه نفس الخط بتاعه زي ما اتفقنا. تمام؟ During retinoscopy, it is better to focus the patient's fellow eye. تمام؟ It is considered better to focus the patient's fellow eye. Rather than to occlude it in order to discourage involuntary accommodation. ساعات العيان تحط له انت الاوكلودر في الناحيه الثانيه وانت بتعمل له الريتينوسكوبي يبتدي يبص على الاوكلودر. عيان غبي يعني انت حاطط له اوكلودر في الناحيه الثانيه عشان ينساها يقعد يبص في الاوكلودر يشوف في ايه النظافه اللي عليه دي ولا خيالات ولا ايه اللي شايفه ده. ده بيعمل اوفر اكوموديشن طبعا. In the presence of manifest squint, the dominant eye may have to be occluded. عشان عينه الحولة تجي لك لما يكون واحد عنده سكوينت فيلو السكوينتينج اي الفيكسينج اي عشان التانية تجي لك اذا كنت عايز تعمل فيها ريفراكشن. لا فوقين خليه بص بعيد يعني تمام اللي انا بعمل له عينه وقول له التانية بص بيها بعيد يعني حاجة اي حاجة بعيد نور بعيد لا فيش حاجه اعملها له. لا لا خالص ما انا بقول مش المهم ما يبصش على حاجه كلوز يعني ما تبصليش انا تمام العيال لما تيجي تعملي تروز جول بصيت لي جدا او بتبصلي ليه بص بعيد ها سكروبيجي هيحتاج زياره ثانيه ما انت هتعملي له مره ريفراكشن وهو متوسع انت بالتراير هتعملي ايه اما ان شاء الله تتزني كده بعد كده لو عندك لوت اوف بيشنتس مش هتلاقي نفسك مش عايز تحط سكروبيجي خالص. تمام يعني انا لما بعمل الريفراكشن وبعمل التراير ما ينفعش اعمل له ترايل وهو حاطط سايكو يعني ولا انا بعمله لا ما ينفعش طبعا. امال انا بوصله للنيوترال بوينت ازاي خلاص بسجلها عندي وخلاص ممكن تختلف يعني بعد لو اه طبعا طبعا ده ما ينفعش. بص بيقول لك ايه بقى in case of young children or child who have latent or manifest squint the ciliary muscle should be paralyzed with topical cycloplegic. طبعا لازم this allow the true magnitude of the refractive error to be determined. على فكرة انت بصوا مهما تكبر تشوف حالات غريبة الشكل. مرة جات لي عيانة معمول لها نضارة ماينس 28 مش عارف ولا 26 حاجة كده حاجة غريبة قوي. قالت لي طبعا النضارة دي لما البسها ببقى دايخة ومصدعة وهموت. عملت لها ريفراكشن قعدتها حتى على الاوتوريف مش انا عملت لها ريفراكشن بيدي قعدتها على الاوتوريف خدت بالك لقيتها برضه حاجه كده برضه معديه حاجه وعشرين. قلت ايه حط لها سايكلوبريجيك ريفراكشن حطيت لها سايكلوبنتوريت. قلت لعبد الله السكرتير بتاعي حط لها سايكلوبنتوريت ثلاث اربع مرات كده ودخلها لي دخلها لي لقيتها ناقص 7 الفار لعب في عبي برضه ما اقتنعتش. رحت حاطط لها اتروبين قلت لها خدي بقى هاتي اتروبين وحطيه ثلاث ايام في البيت وتعالي لي اتروبين دروبس لانها كانت كبيره ست كبيره. حطت الاتروبين دروبس تمام لمده ايام وجات لي الريفراكشن بتاعها زائد 2 زائد 2 تمام. طبعا رحت مكلم المستشار بتاعي ابني اخويا الصغير احمد عبد الباسط اسمعنا احمد عبد الباسط ده مستشار يوفيايتس دلوقتي في انجلترا ده كان اول عنده فئته طول عمره في الكليه ومعاه دكتوراه من عين شمس واخد الفارس اس واخد 2 الفارس اس مش واحده واخد ادنبرا ولندن اظن وبعدين متعين اتعين هو في دلوقتي بيشتغل مستشار يوفيايتس في لندن. احمد اللذيذ فيه لما تكلمه تحس انك بتكلم كانسكي يعني بكلمه يعني انا اسال ارن عليه اصلا بفتح كانسكي ارن على احمد عبد الباسط اكلمه وهو كان صديق يعني ومعايا على الخط ومن تلامذتي الصغيرين يعني. المهم كلمت احمد قلت له احمد انا عندي حاله كذا 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 انا شاكك في حاجه معينه. قال لي وانا زي قلت له طب نعمل ايه؟ قال لي ام ار اي از ماست. قلت له انا كنت بفكر في كده. ليه بقى؟ انا شاكين ان يكون عندها اريتيشن في الايه؟ في الايدنجر والسفنيوكليس. اصل ايه ايه اللي واحده يجي لها سبازم من زائد 2 توصل زائد ناقص 24 و28 وتحط لها سايكل وبنتوريت اللي هو الخفيف ده سايكل وبنتوريت خفيف خليها 7 بس وتحط لها الاتروبين بقى توصل لكام؟ المهم عملنا الام ار اي طلع مفيش حاجه وطلبنا ام ار اي في البرين ستيم از ذا ليفل اوف سوبيريور كوليكولس على النيوكليس بتاع كذا وبتاع وعملنا البريك بس جامد جدا رهيب. طب مش السيلري موسل اصلا هي اولد ايج يعني
مش اولد ايج ولا حاجه 30 سنه مش اولد ايج لا دي كانت حاجه 30 سنه فالمهم هنعملها نضاره ايه عارف لو عملنا نضاره اتنين على بتاعه 2 دي من غير الاتروبين ما تشوفش بيها لو عملنا 7 من غير السايكلوبلوجيكو ما تشوفش بيها لو عملت لها النضاره بتاعه الهاي مايوبيا الكبيره دي تصدع زياده كانت مشكله جامده جدا في الاخر اقترحنا عليها ايه نعمل لها لينس اكستراكشن لا ولا حاجه خالص بقول لك احنا طالبين ام ار اي بالاسم كده في الحته الفلانيه في ده لا ما هو ده كان راي ما دي كان موقع معاها الخط على طول ده بقول لك احنا الاول قلنا نعمل ام ار اي ونستنى نتيجه ما طلعش حاجه وبعدين عملنا زي بقول لك النضارات نيجي نعملها النضارات ما تسرحش ولا نضاره بقى حاجه ما رضيش وهي عايشه بتعمل مع نفسها كده ملهاش ملهاش هيريليز الافكت بتاع السيريال ما هو مفيش اكوموديشن خلاص هتشيل الاكوموديشن خلاص مش هقدر اشيل السيريال بودي انا هشيل اللبس بس هتعرف هي عامله كده ليه؟ عشان تبدا معايا لو حد فيكم قرا حاجه زي كده بيقول لي من غير نظارات مش ماشي من غير نظارات صداعه 24 ساعه مش عايز والله بالله ايه ما اقدرش اعملها لينز اكستراكشن مش راضي يعني صبر فراكشنال بص referred plus lenses for the optic value of Heiser working distance تمام في بصوا بقى بعض الناس تروح حاطه زائد 1.25 من الاول زائد 1.25 وتعمل ريفراكشن او زائد 1.5 سوري زائد 1.5 ديوبتر وتعمل ريفراكشن بس بعد ما يخلص الريفراكشن يعمل ايه يروح شايلها يعني تبقى هي دي النضاره يحط 1.5 يعني يحط 1.5 انا قاعد على 65 سم اروح حاطط 1.5 في الترايل فريم وماليش دعوه من قبل ما اشتغل خالص وبعدين ابتدي اعمل ايه يعني هو طرح الريتنوسكوب بتاعه بالظبط كده فكده ما هو كده هيحول عين المايوب اللي احنا قلنا عليه مش احنا بنحول عينينا كلهم مايوب ناقص واحد هو هيحوله بالفرق 1.5 بتاعه ده اذا كان العيان امتروب ما هو اذا كان طلع امتروب هيروح شايل 1.5 العين هيشوف هو انا عايز اعرف يعني انا بحط العين 1.5 ما انا مش عارف انا هحط عدسه زائد 1.5 خلاص او العيان انا مش عارف هو ايه فجيت اعمل له ريتينوسكوبي لقيت النيوترال بوينت جت من غير حاجه خالص يبقى هو متروف لما تشيلي دي خلاص يبقى العيان شايف كويس وانس بقى بيقول لك الفوكال بوينت تيجي بيشيل ال 1.5 العيان بيشوف كويس بقى خالص والاخر هنا بقى بيقول لك ايه بعد كده انت عملت سفيريكال لينسز ووصلت النيوترال بوينت لو وصلت في كل المريديانز يبقى انت بتتكلم في عين عنده سفيريكال ايرورز طب اذا وصلت النيوترال بوينت بباور والتاني كان لسه ما وصلش النيوترال بوينت ده استجماتيك بقى تمام فتحب تشتغل بماينس سيلندر ولا ببلس سيلندر تمام تشتغل بماينس ولا ببلس هو ده اللي احنا عايزين نسمع جنبه بيقول لك if this lies between increment of the lens's power reversal of the reflex movement يعني هترجع تاني cylinder lenses بقى هي may then be used to neutralize the other meridian and to find the axis of the astigmatism في ناس على فكره كان برضو استاذي بيشتغل كده دكتور عمر اللي علمني الريفلكشن هي كان يحب يشتغل سفيرو سيلندر على طول يعني يعمل ايه يصلح وان ميريديان بسفير ويوصله النيوترال بوينت فاضل الميريديان ايه الثاني يوم يشتغل معاه بالسلندر على طول بالسلندر فلاكس اللي هو عايز يصلحه يحط السلندر فلاكس لغايه ما يوصل فيه نيوترال بوينت خلاص وهو بيبقى حاطط زائد 1.5 دي من ورا في الاول ينور النور ويشيل 1.5 العين يشوفه شوف كويس قوي ليه؟ لان هو حاطط اوريدي السفير والسلندر وحاططها في الاكس دلوقتي انت وصلت النيوترال بوينت بزائد 3 كسفير جيت تعمل الميريديان الثاني العمودي عليه يعني انت اشتغلت هوريزونتال مثلا وفيرتيكال هو انا عامه باجي بعمل بشتغل في اي ميريديان في الاول هوريزونتال وفيرتيكال وتشوف النيوتراليزيشن هل الريفلكس ماشي معاك زي ما شفنا ولا الريفلكس مايل معوج لازم يظبط في الهوريزونتال وفيرتيكال ما انا بقول لك لا انا الاول بعمل هوريزونتال وفيرتيكال لو لقيت الريد ريفلكس بيمشي معايا هوريزونتال وفيرتيكال اتس اوكي لقيت انا بعمل هوريزونتال فيرتيكال والريفلكس معمول لي كده معوج كده ما دي معناها السلندر بالظبط اروح انا عامل السكرو بتاعي اخلي الستريك يشتغل كده واشتغل انا على الميريديان ده بعد كده اعمل على العمودي عليه ده بقى وانا حاطط ترايل فريم ببقى عارف رقم الاكسس اهو وانا حاطط ترايل فريم كده عارف رقم الاكس كده عارف رقم الاكس
تمام؟ بظبط الاكس نفسه وبشتغل على الترفيه، بشتغل على المريديان اللي انا عايز اصلحه بقى اللي ما اتصلحش لسه، ابتدي احط العدسات بتاعتي في المريديان ده. تمام؟ خلصت خلاص، انا حاطط السفير والسلندر. تمام؟ هو كان استاذ يعمل كده، كان يحط السفير والسلندر بعد كده يروح شغال بالايه؟ كروس سلندر، جاكسون كروس سلندر. دكتور يعني لو في ريفلكت كده انا بشتغل بالسفير وبعدين على العمودي عليه اشتغل بالسلندر. بالسلندر بالظبط، احط في العمودي عليه في الاكس اللي انا عايزه ده على طول. تمام؟ هو هنا بقى بص بيقول لك ايه، the axis may be found because the retinoscope reflex will only align with the axis of the cylindrical lens and the retinoscope streak if a streak retinoscope is being used when they all lie in the axis of the astigmatism. هوري لك انا القصه دي دلوقتي حاجه. If the axis of the cylinder lens lies outside the axis of astigmatism, the reflex will move obliquely. مش هيمشي مع نفس اللايت اللي انت ماشي عليه، هتلاقيه ماشي معوج كده. تمام؟ As the point of reversal is approached, it can be shown that the angle of misalignment of the reflex will be 6 times the angle of misalignment of cylinder lens. يعني كل ما تقرب من النيوترال بوينت بتاعت وان بريديان كل ما الاكسس دي تلاقيها ايه كبرت. تمام؟ The cylinder therefore must be rotated by only a small amount before rechecking the retinoscopy. And this method provides a very accurate method to determine the axis of astigmatic objective. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا بيقول لك ايه، لو انت ابتديت تشتغل لقيت الريفلكس مش ماشي معاك، يعني انت ماشي فيرتيكال وهوريزونتال هو ماشي لك بميل كده. تمام؟ لو انت قريب من النيوترال بوينت، لو انت قريب من النيوترال بوينت الالاينمنت ده الفرق بين اللي انت بتشتغله ووضع الاكس ده بيبقى 6 تايمز الحقيقه. عشان كده بيقول لك ايه، لما تحرك السلندر ما تحركهاش كتير، يعني ما تمشيش ورا المنظر اللي انت شايفه، حرك السلندر سنه صغيره لغايه ما توصل الالاين بتاعك، لانك بيقول لك ايه كل ما تقرب من نيوترال بوينت المنظر اللي انت شايفه ده هيبقى 6 تايمز واتس اوف. عشان كده ما تحركش السلندر دي حركه جامده تقوم تتفاجئ ان الريفلكس عكس اتجاهها. ها؟ لا يعني انا في العمودي وده كده عامل كده. تمام؟ انا عايز اجيب ده ناحيه العمودي، ما اجيبوش ناحيه العمودي، اقربه سنه صغيره بس واشتغل الاقيه ظبط معايا. يعني السلات اللي في الريتينوسكوب ما غيروش جامد، ما غيروش جامد، صح كده؟ تمام. بص بقى، the same method may also be used to identify the axis of astigmatism if spherical lens alone is used during retinoscopy. يعني لو انت بتشتغل اثناء الريتينوسكوب بالسفير بس هتلاقي انك انت وصلت النيوترال بوينت في المريديان والتاني مش عارف توصل فيه الاذر بوينت. لما تيجي تحرك الريفلكس هتلاقي الريفلكس اللي انت شايفه كسبوت ده قدامك او كستريك بيتحرك في اتجاه مش مظبوط معاك. تبتدي تستعمل سفير ثاني لغايه ما توصل للاكس اللي انت عايز توصل. تمام؟ هوريك برضو القصه دي. بص شوف الدكتور قاعد على ركبه ازاي، زي ما قلت لك لازم تبقى ان لاين مع البيشنت، دي مهمه جدا. انا جايب لكم الصوره دي عشان اوريك اهو، ممكن الدكتور يقعد على ركبه عشان يشوف طفل. I'm doing this. تمام؟ اهو I'm doing this. قاعد على ركبه عشان يشوفها، ما يقضيش يقعد على الكرسي بتاعه. تمام؟ وبيعمل اهو بالعصايه بتاعته اللي هي السلندرز بتاعته والاكسس بتاعته اهي. دي ممكن تشتريها انت زي صندوق العدسات. ليه بقى صندوق العدسات؟ بس انت بتقعد ايه تودي واحده وتلف، تودي واحده في الاخر تلاقي ظهرك باص. دي ميزتها ايه؟ 20 عدسه في ايدك بتشتغل بيهم، يعني كانك ماسك 20 عدسه في ايدك. طبعا مهم جدا يا اخوانا من فضلك، ودي استاذي كان يعني تقريبا بيضربني على ايدي وانا بشتغل معاه، وانا معيد معاه بشتغل معاه، العدسه اللي اشيلها من الصندوق ارجعها مكانها، لا احوشهم في جيبي ولا احوشهم في ايدي ولا اعمل هرم في مناظر الزباله اللي بنشوفها في اوضه الفحص. ما ينفعش. هو علمني كده، شلت العدسه من الفريم حطها حتى لو هتاخدها بعد ثانيه. وازاي انا يعني مجننهم في الاد، لو بس عدسه اتهزت من مكانها بعرف على طول. تمام؟ مره جالي راجل من اسوان كده، كان شغال راجل ومراته واولاده الصغيرين اثنين كده صغيرين زي العفاريت كده. المهم بعمل الراجل النضاره وبتاع، وبعدين رحت واخد الفريم وراح على مكتبي عشان اكتب له كشف النضاره. واد منهم راح ضارب اربع عدسات في جيبه. هو مش يعني هو مش حرامي يعني، انت فاهمين القصه ازاي؟ هو لقاها احمر واسود وبتاع مش عارف ايه وتلمع كده ونضيفه عجبته، فراح لامم اربعه كده وراح مدكر عليهم وراح مشي.
هو انا ما خدتش كوانا دخل عدل بعده وخدت الهيستوري ومش عارف ايه. فجيت بقى ايه اقعد على البتاعه ناقص اربع عدسات. انا مش ده المنظر اخد عليه، انا طول عمري الصندوق بتاعي كامل، لو ناقص الهوا بروح بقف في الشغل لازم اجيب الهوا ده ناقص لي. فروحت باصص كده في اربع عدسات ناقصه. قبل الراجل ده ما اشتغلت معاه كان ما كانش فيه عدسات ناقصه خالص. فقلت انا جت في دماغي من العيال عمالك هينتك قوي، ولذلك ابتديت بعديها امنع الاطفال ان هو يخش. يعني ما كانش الطفل هو البيشنت ما دخلوش اوضه الكشف. عندنا عيال زباله الحقيقه مش متربيه. يعني بره تلاقي طفل محترم وقاعد بيتفرج على الدكتور كده شوف بيعمل ايه وبتاع. ده عندنا تلاقي يودي يخش لك العدسه، يشد لك الريتروسكوب، يقطع لك السلك، مش فاهم ازاي حاجات كده. فمنعت القصه دي خلاص، ما دخلش الكشف الا اذا كان البيشنت نفسه والطفل. تمام؟ فسرق الهندسات عشان كده تعرفها على طول. رحت اتكلمت في التليفون قلت له بص حضرتك يعني بدون اي معاني ولا حاجه خالص، ابن حضرتك خد اربع هندسات من عندي وانا موقف شغل العياده والناس قاعده بره وانت عارف العياده كانت فيها زحمه قد ايه، من فضلك رجع لي الهندسات. الراجل راح جنبه ابنه كده وراح داب بايده في جيبه لقاها. فالراجل يعني هو طبعا الراجل كان هيموت. عارف بتوع اسوان عندهم حساسيه كده وناس محترم قوي، ناس بتوع الجنوب دول بيبقوا ناس يعني مؤدبين. جاي لي طبعا بقى مكسور قلت له بص عليك، هو لا الولد بيسرق ولا حاجه خالص، دي شكلها لطيف استهوته خدها، بس نعلمه انه ما ياخدش حاجه مش بتاعته، هو مش بيغرض السرقه ولا دي عجبته خدها كتصرف تلقائي يعني. فده يوريك لازم تبقى انت صندوق عدساتك نظيف، ما حدش يكون من عدسات بقى والمناظر دي. ها الريفلكس بقى لازم الايف مع الاستريكر، اوريك القصه دي. ادي صندوق العدسات لازم يبقى كده مع كل عيال، لازم يبقى كده. خدت بالك ازاي؟ او لازم مترتب كده. بص بقى ادي اللي انا بقول لك عليه، انك انت ممكن تشغل كده بالستريك كده، بص المنظر ريفلكس عامل ازاي، وتبتدي تحرك بقى ويز واجانس اهو. ده السفيرز، بص السفيرز عامل ازاي اهي. تمام؟ بص بقى هنا لو لقيت الريفلكس رفيع قوي عند الستريك اللي انت منزله، بص ده رفيع قوي ازاي. تمام؟ يبقى لسه في a lot of ways movement محتاجه. اللاين اللي في النص ده بص يبقى رفيع ازاي؟ هنا ابتدى يقرب من نفس الويتس. من غير حاجه ده هو اللي حصل فيه كده، انا ظابط الريفلكس بتاعي كده لقيته مرفع قوي كده، يبقى ده انا بعيد. بالظبط كده، وتلاقي الحركه ايه؟ سلو وضل ونارو. ها؟ سلو وضل ونارو. بص بقى هنا نو موفمنت وبرايتنس اند ويتس، اهي دي زي دي بالظبط. بص بقى هنا لوت اجانست موفمنت، هنا لو بتشتغل اجانست هتلاقي سلو دال ونارو بس اجانست، عكس دي بالظبط بس اجانست. تمام؟ بص بقى هنا في دي حركه ايه؟ تشيك بعد ما تخلص. يعني انت وصلت نيوترال بوينت، عايز تعمل تشيك انك انت جود وصلت نيوترال بوينت فعلا، ابتدي قرب واشتغل وابعد واشتغل. تمام؟ قرب واشتغل وابعد واشتغل. لما تقرب هتلاقي نفسك الصورة قلبت ويز، لو بعدت هتشتغل اجانست. يعني ايه؟ انا وصلت نيوترال بوينت على المسافة دي، اروح مقرب اعمل كده الاقيها بقت ويز، اعمل كده واشتغل الاقيها بقت اجانست، يبقى انا صح. فهمنا دي مهمة قوي، لان لعبت في المسافة بقى. عشان المسافة والباور، مش احنا قلنا المسافة دي تساوي باور؟ فانت لما تقرب الباور زادت، لما تبعد الباور قلت. خدت بالك المسافه اللي بينك الوركينج ديستنس بتاعتك، مش احنا شفناها في الجدول ان كل مسافه تعني باور، فانت لما تقرب انت زودت الباور، لما بعدت قللت الباور. تمام؟ بالظبط كده. بص بقى الحته بقى الروتيتنج ستيت وكلوك وايز دي وبتاع، بص اهي لما تيجي تلاقي الريفلكس كده الاين معاك يبقى انت صح الاكسس كده. تمام؟ بص بقى ده، بص دي ده اللي انا بقوله لك بقى. لما تيجي تشتغل بص انت بتشتغل كده هوريزونتال كده، تلاقي دي مايله كده. لا يبقى انت مش الله، يبقى انا اشتغل كده اروح عادل كده اهو. بص بص ها دي العجله اللي في النص دي، العجله بتاعت السيف بالظبط. اتحرك بالراحه زي ما اتفقنا، لان المنظر ده ست تايمز الحقيقه. فقلنا اتحرك ظبطت الشيل بتاعي السلندر بقى، انا داخل كده، انا داخل في سلندر، ده معناه ان العين عنده سلندر. من قصدي لا هظبط السلندر مش العمودي على اللي انا بشتغل عليه. لا هظبط عليه، هو نفس المريدين ده بشتغل عليه، بس انا كده عرفت ان العند عنده سلندر. شغال فيرتيكال. انت بص اهو شغال فيرتيكال اهو زي كده، اشتغلت فيرتيكال وهوريزونتال خلاص.
افرض جيت تشتغل فيرتيكال لقيت الريد ريفلكس عمل لك كده. تمام. بص اهو استنى اهو عمل لك كده. تمام. يبقى ما تشتغلش فيرتيكال. ماشي. انا جيت بقى عليه. تيجي عليه وتشتغل وتيجي على العمودي عليه وتشتغل. اللي عليه ده اللي هو ده السفير خلاص السفير. ها؟ العمودي اللي على اللي انا شغال. بص بقى هنا هتشتغل في وان ميريديان كده. تمام اهو لغايه ما توصل للانتر بوينت. جيت تعمل الهوريزونتال عمل لك كده. اروح عادل ايه؟ الريفلكس بتاعي. طب انا ليه اعمل هوريزونتال؟ طب انا اشتغل على الهوريزونتال اللي انا اشتغلت عليه. العمودي علمت عليه على طول. ما انا بقول بس ده معناه انك انت عندك سلندر. لما تلاقي الالاينمنت كده دي لازم تعملها نيترولايزيشن بالحركه دي. لازم تبقى انت كده عندك ايه؟ اليمنت. بص هنا بقى بتبص على البوزيشن وعلى السيجنس عشان تعرف انت فين بالظبط في السلندر ده. تمام؟ اهي. ده بقى جهاز جديد اللي هو الفروبتر ده. الفروبتر ده اللي هو فيه صندوق العدسات كله. محطوط فيه اللينسز كلها السفيرز ومحطوط فيه السلندرز. خلي بالك اهو يعني السفيرز انت بتغير من هنا. تمام؟ السفير بتنزل هنا. وبعدين السلندرز انت بتغير من هنا. وبعدين عندك كروس سلندر وعندك بريزم كمان. وعندك الاي بي دي بيتقاس من هنا. يعني كل حاجه موجوده عندك في صندوق العدسات اهو. بص ده طبعا ده محتاج ناس كبار. الصغيرين ما بيقعدوش على الفروتر. تمام؟ بيقعدوا يلعبوا ورا الفروتر. بدل الصندوق العدسات. ما هو بتعملي روتونوسكوبي معاه. تمام؟ اهو بص لازم تبقى فين؟ اللاين مع البيشن. يعني ده هيديني يعني ده هيقلل من التايم. لا بدل صندوق العدسات بحركه اسبوع خدت بالك؟ يعني انا ببقى ماسك الريتروسكوب كده وبدل ما انا حاطط العدسه كده في عين العيان بتبقى ايدي على الفروكتر. احركه زي ما انا عايز. تمام؟ ده صندوق العدسات الجميل. بص لازم يبقى مترتب كده ولازم لازم واضح. تمام؟ ده الترايل فريم طبعا بتاعنا. دي بتظبط بيها الاي بي دي زي ما اتفقنا والباك فورتكس ديستنس وتظبط دي ودي المناخير بتاعت العيان طبعا زي ما انت عارف اهو. ده بيستخدم للاطفال وعليه الباك فورتكس ديستنس. برنامج الريتروسكوبي بقى يا ساده الكرام ان انا اقيس على ديفرنت ديستنسز اوف فيكسيشن. بص احنا حاطين متر بيننا. خلي بالك في برنامج الريتروسكوبي بنبقى حاطين متر بيننا ونخلي العيان الاول يبص بعيد ونصلحه في الفار وبعدين يبتدي يبص على الحاجات القريبه دي كده. تمام؟ بص في مسطره بتبقى بيني وبين البيشنت وفي تارجت هو بيبص عليه. اقدر اعرف الريتروسكوبي بتاعه على ديفرنت ارياز. تمام؟ دي حاجه دي دايناميكس. لا ده مش للقرايه ده انا بعرف الاكوموديشن اللي عنده قد ايه الماكسيمم اكوموديشن بتاعه قد ايه واقدر اعرف حاجه اسمها البوزيتيف نيجاتيف اكوموديشن دي اللي هي الريلاتيف نيجاتيف اكوموديشن. بص اليوزز بتاعته ديترماين البنكت ابروكسيمم ديترماين ذا نيجاتيف ريلاتيف اكوموديشن اوف ذا سبجكتيف ميثود. مش احنا قلنا في نيجاتيف ريلاتيف اكوموديشن وفي بوزيتيف ريلاتيف اكوموديشن في الفيسيولوجي دي ولا كنت عارف؟ ليه يا شباب؟ خدناش في السورس. طيب بص بقى دي بتقيس البانكتر بروكسيمم بتاعت العيان. يعني زي ما انت شايف العيان بيبقى باصص على تارجت قريب كده. دي بتتعمل تملي في الاطفال بالذات اللي عندهم اللي هي الاكوموديشن كونفرجنس والاكوموديشن الاي سي ريشيو اب نورمال والحواديت دي بيتعمل لهم الكلام ده عشان تقيس الاكوموديشن بتاعهم بالظبط. تمام؟ فانت بتقيس الاكوموديشن انك بتعمل ريتونوسكوبي على المسافات القريبه دي وبتخليه يبص على ديفرنت ارياز لغايه ما توصل للماكسيمم والبوينت اوف ريفرسال. تقدر تحسب الباور بتاعتها. تقدر كمان تعرف النيجاتيف ريلاتيف اكوموديشن دي انك تخلي العيان يبقى اكوموديتنج على حاجه وتبتدي تحط بلس لينسز خدت بالك قدام عينه ولغايه ما توصل للبوينت اوف ريفرسال. هي بص انا اقول لك حاجه. البوزيتيف ريلاتيف اكوموديشن والنيجاتيف ريلاتيف اكوموديشن دي معناها ايه؟ زي ما يكون ايه مثلا هسألك سؤال انت النهارده الصبح كان معاك كام؟ زي مثلا 100 جنيه مثلا نقول 100 جنيه مثلا يعني صرفت كام من جيبك النهارده؟ والسؤال الثاني لسه في جيبك كام ممكن تصرفه؟ هو ده انا بعرف انت عملت اكوموديشن قد ايه خدت بالك؟ واعرف في جيبك لسه اكوموديشن قد ايه ممكن تعمله؟ التوتال بتاع ده هو الامبليتيود اوف اكوموديشن. لو انا حسبت انت صرفت كام ولسه في جيبك كام يبقى انا اقدر اعرف انت النهارده كانت ميزانيتك كام كلها. ده اسمه الامبليتيود اوف اكوموديشن. تمام؟ دي بتتعمل ازاي؟ انك تخلي العيان يبص على ورقه قريبه كده وتبتدي تزود له ماينس ربع ماينس ربع ماينس ربع. انت لما بتزود له ماينس ربع الصوره بتروح فين؟ ورا الريتم.
صح. هو بيجيب الاريترم ايه بلاك كومبوزيشن، حطيت له كمان ربع شايف، حطيت له كمان ربع شايف، حطيت له كمان ربع شايف، عند رقم معين قال لك عم بلير حاجات زي كده بالظبط. بس هي مش كده، هي هي هو هو مخزن كام لسه ما اشتغلوش بيه، لسه عنده قد ايه. تمام. طيب السؤال الثاني، هل هو صرف قد ايه بقى؟ اقدر ابتدي احط له بقى بلس، احط له زائد ربع، زائد نص، زائد واحد، زائد واحد وربع، زائد اثنين، زائد ثلاثه. قال لي لا عم بلير، يبقى هو كان صارف ثلاثه وشايل مثلا ثلاثه بجيبه، يبقى هو الامبليتيود بتاعه كله كام؟ مجموع الاثنين دول على بعض. الكلام ده ممكن نعمله بطريقه اوبجكتيف ما اعتمدش فيها على العيان، بطريقه الريتروسكوبي دي بالدايناميك ايه ريتروسكوبي. بصوا بقى، انا جايب لكم ثلاث افلام في منتهى الجمال اللي خلقه ربنا عن الريتروسكوبي. طب معلش انا هو زي اللمبه بالظبط والمرايه، بس ما بيعملش ستريكس، ما بيحددليش الاكسس قوي زي الستريك التلسكوب بالظبط. طيب دكتور معلش، هو السايكوبروجيكت بيحتاج حاجه ثانيه ليه؟ علشان التون بتاع الاكوموديشن هيرجع بعد كده. تمام. طفل صغير اندر ايه ازاي بقى الليفل بتاعه؟ طفل صغير ايه اندر ايه يعني بعمل له التلسكوب اندر ايه ازاي بقى الليفل بتاعه يعني يا حبيبي؟ تعالى في ايه تجيب صندوق العدسات معاك يعني وانا على جنب يعني. انت بتيجي على طول بينك وبين لمبه الكنك لما كان لمبه ال بس هو بيبقى بيبي صغير قدامك كده على الترابيزه يعني، هو كده على الترابيزه اهو، خدت بالك انت بتروح جاي في ايه كده شايف كده في ايه مباشر. طب دول بقى زودوهم الالكترون بتاع الاكسجين شور. يلا شباب نرفي النور بقى، اتفضل النور خالص، اتفضل النور خالص، نجيب فشار بقى وحاجات كده ولا ايه؟ يا ريت. طيب so what is retinoscopy? This is a very hard skill to learn. I mean this is hard. First year ophtho residents are terrible at it. Second year you're getting better. By the time you're a third year residents, hopefully you're quite good at it. Very useful skill. But the idea is you're using light and shooting light into the eyes to get an idea of what the reflection looks like in order to estimate glasses prescription. Very useful in people who can't talk, maybe demented patients, and certainly in young children who are pre-verbal. So this is a machine we use. This is called a retinoscope. And a retinoscope is basically just a light or a beam splitter inside of it that you look through and you shine this light in your patient's eyes and you look at the red reflex and how that red reflex moves in order to get an idea of what the prescription is. So here's the theory behind it. Now this is an eye, and if you shine a light into an eye that is in perfect focus, i.e. is not nearsighted, it's not farsighted, the light will hit the back of the retina at a single point, hopefully the macula, and the reflection will come back out of the eye, and you can move that light up and down, whatever you want to do, the reflection stays stationary. Maybe that doesn't make sense. Let's try a different eye. This eye is not strong enough. When you shoot light into the eye, it wants to focus behind the eye. And as you move the light up and down, the reflection bouncing off the retina also moves up and down because it's kind of pivoting way behind the eye. So move your light source up and down, the reflection coming off the retina also moves up and down. So we add a lens on here, a little bit of strength, a little bit of power, not quite strong enough yet. As you move your light up and down, once again, the retina reflex is going in the same direction as your light source. So we make a bigger lens. And now the eye is in perfect focus as you go up and down. It hits that single point, and you have the perfect red eye, or the perfect red reflex. If you put too much power in front of this lens, let's say you hold up a really strong magnifying glass like this, then things want to focus into the middle of the eye, right here in the middle of the vitreous cavity, and your reflection coming off the retina is going in the opposite direction. It's kind of pivoting, there's a seesaw action, and you've gone too far. So using this theory, by holding different lenses in front of the eye, you can play around with the reflection as you move light up and down, and hopefully figure out a prescription this way. So, what does this look like? Now here's our light. As you pass in front of the eye, you can see that red reflex back there is the line that you're seeing in the background inside the eye, and it looks a lot like the light source, and it goes in the same direction. So we know things are in focus. And it doesn't matter what direction you move your light, in this case, it's always going in the same direction. So that's what we call width movement. So let's hold up a plus one lens, add a little bit of power, and the light, the reflex is still going in the same direction. So we're not quite there yet.
you notice that the red reflex, that line back there, looks a little bit thicker than it did before, so it's gotten a little bit bigger, but we still have with motion. Not quite what we want. So that's at a plus two. That light's still going with, so it's not quite there yet, but you notice that that red reflex has gotten bigger. So we're getting somewhere. Something's happening. We're getting closer to our ideal, perfectly focused situation. So let's try plus three. This is it. You notice that the whole eye lights up as soon as that light gets over the pupil. This is the perfect focus, and this is the right prescription for this eye. If you go too far at too much power, then it focuses in the middle of the eye, and you get that seesaw, that against motion. So you've gone to against, you've gone too far. So in this case, a plus 3.00 lens was the right prescription for this eye to get it in perfect focus. Now there's a little bit of a correction factor depending upon your working distance, but this is how we figure out prescription in young kids. So you have an 18-month-old kid. You're trying to figure out if they're nearsighted or farsighted. This is how you do it. You hold up lenses in front of them. This is a rack of lenses, the kind that we use as a kid. And you basically just keep up holding up these lenses in front of the eye and checking that red reflex until you get exactly what you want. If you have an adult, you can use a lens rack like this, a retinoscopy bar. This is nice in adults because you don't have to constantly switch lenses in order to find the right one. It doesn't work well on kids because kids don't like having this big giant thing in front of their face and constantly wanting to grab it. So with kids, you end up using loose lenses. So retinoscopy, an incredibly difficult skill to pick up, but very useful in both pediatrics and with adults. All right, next topic, ocular misalignment. Loose lens retinoscopy. This is one of the harder skills to learn in ophthalmology, both for you and really for me. When I was a resident doing my surgical training, it probably took a good 2 years before I really got any comfort, and still I'm still getting comfortable with it. You get better with time. I thought this would be an interesting topic and a useful one because this is something you can actually use in your office. Now, I guess retinoscopy is part of your COMT certification. COT? Oh, is it really? Okay. Do they have you do it using the manifest, the phoropter? Okay. The phoropter is a useful way. Personally, I think the loose lens retinoscopy is more useful. And the reason why is, who are the patients who need retinoscopy? It's often children. And then, like we already showed you, you often can't get a child up to the phoropter. And if you can do loose lens retinoscopy, you can do retinoscopy on anyone. And so I thought this is more useful. I personally don't have a retinoscopy through a phoropter. I guess I could figure it out, but I found this way a little bit easier. The difficulty with retinoscopy in general is that it is hard to teach because, one, when people describe things to you, it's very hard to visualize, especially if you've never seen it before. Yeah. You get absolutely no feedback, at least with a phoropter manifesting people. They can say, I can see one better than two. You know, with this, you get nothing. All you're looking at is the reflex in the back of the eye, and by holding different lenses in front, trying to estimate what we think the glasses prescription is based on this. So it's challenging. So here's the theory on how retinoscopy works. If you shoot a light from your instrument into the eye, and it's coming straight in, if that eye is in perfect focus, they're not nearsighted, they're not farsighted, they have perfect vision, as you move your light up and down, the reflection should hit a single point on the retina, bounce back to you, and you should have a nice, bright, red reflex from that. Now, let's say you take an eye who's somewhat a little farsighted. Well, light coming to the eye doesn't focus right. It actually focuses behind the eye. And if you move your retinoscope up and down, the light moves up and down, and where it strikes the back of the retina, it also moves up and down in synchrony with you. When it comes back at you and you look at it, you're seeing a with reflex because the reflection is moving the same direction you're moving your instrument. If we hold a lens in front of it, not quite strong enough yet, we don't have a correct prescription, you still see a with reflection. The light beam going up and down, the reflection on the back of that retina is also moving up and down. We add a stronger lens, the correct prescription in this case, and you hit that retina perfectly, the light bounces back at you, you have a nice, bright reflex, you've neutralized the reflex, this is the correct prescription for this eye. Now, if we decide to use too powerful lens, we put a very strong plus lens in front of that eye, the light actually focuses in the middle of the eye. And as you move your light, you almost get a seesaw reaction, and the reflection off the retina is actually in the opposite direction you're moving. We call this the against direction. So with versus against. Now, what does that look like in real life? Well, before we go to real life, let's look at a cartoon. This is a light beam, and your retinoscope produces a beam of light. I like to make mine nice and thin.
and you can look across the surface of the eye, up, down, left, and right, it doesn't matter, but when we look at that reflex, that reflection off the retina, it moves in the same direction as you can see here. It's kind of a yellowish, orange, red color. So let's do the same experiment. We'll add a plus lens and see if we can figure out the right prescription. So let's add a plus one to the system, and we still have with motion. So it doesn't look like this lens is powerful enough. Things are still focusing behind the eye. Okay. Let's get rid of this plus one and put something a little bit stronger. We'll try a plus two. Now when we do a plus two, the reflection is still with, it's still moving the same direction as your light beam as it plays across the surface of the eye. But you can see that the reflection has actually gotten a little bit wider back there. That's a good sign. When it gets wider like that, you're getting closer to the right prescription. Let's try a plus three. This is perfect. This is the right prescription to get this eye in focus. A plus three is what did it. So we've got it right on, perfectly focused on the retina. Let's go a little bit further, see what happens. Plus four, two is strong now, and you can see the reflection is actually moving against us, and so that's not what we want. So that's how you do basic retinoscopy. And don't worry, I've written these steps down in your notes, and we're going to do a bunch of models ad nauseum until we figure this out. There are three steps to retinoscopy. The first step is you have to start with motion. If you have an eye that has against motion right at the beginning, you're going to become confused. You have to have width. The second step, you add power, like we just did, until you neutralize the reflex. And finally, at the very end, you subtract the working distance. And we'll go over that in a second. So this is a cardboard cutout I created just for this lecture to try to simulate what this looks like. I could have animated everything like that last little animation, but it was just going to take forever. So basically, I used South Park techniques, cardboard cutout, and we're going to see if we can use this to figure it out. So once again, we started with width. The reflection is going with us. We add power to the system, still not strong enough. I'm doing it in a couple different axes, and I'll explain that later, but for now, we're just looking for spherical problems. Let's try a plus three. Our beam's getting wider, we're getting closer, we're almost there, so plus three is not quite bad. Let's try a plus four, see what happens. And plus four, pretty darn close. Hard for me to estimate that perfect reflection using cardboard, but this is close. And I think we'll try a plus five just to see what happens. Let's try it. Is this too strong or not? It is, because we have against motion. That's basically how you do retinoscopy. Not bad, not bad. Let's move on. So, we ended up with a plus four, got this eye in perfect focus. However, the last step, as you remember, is there is a working distance. You had to subtract minus 1.5 from your final spherical answer to come up with the correct one. And here's why. This is the working distance. What's that all about? Well, so far, we've assumed that when light is coming into the eye, it's coming in straight from, let's say, infinity or across the room, really far away, before it focuses on the retina. But the reality is, we don't sit that far away. We sit about 66 centimeters or two-thirds of a meter, about an arm length away. Light is actually diverging a little bit before it hits the eye. And so you have to do a correction for that. And most people, this is sort of the computer reading distance, that correction is about a plus 150. So we subtract that from our end results, become the answer. I don't worry about the theory. Just realize that at the very end, you have to subtract a working distance. So let's do another example. Once again, we have to start with width motion. So everything's width. This is good. Let's try the other axis, just make sure everything's okay. Good. Step one is complete. We have width, so we can continue by adding power. Step two, add power until you get rid of that. So we're adding power. It's getting a little bit thicker back there, a wider reflex. This is a good sign. And another direction, good. Let's add a little bit more power, see if we got it. Hit plus two. And, yep, looks like we pretty much have it. All right. Let's try the other axis, make sure it's okay in that way. No astigmatism. So it looks like a plus two is probably the right lens. Let's try a plus three just to see if we can get a little bit more. And we have against, so we've gone too far. We never went against. Against is bad when it comes to retinoscopy. So we know that our answer here is what, a plus two. Correct. So we'll get our lenses out, plus two. And what I like to do whenever I have this situation is I don't put the lens back into the box, I put it on the counter, because otherwise you'll forget. And you do not want to be doing memorization while you're trying to do this technique. It takes enough effort to just do it. And so put it aside. And so our final answer here is a plus two sphere. But remember, the last step, retinoscopy, is you have to subtract your working distance. And our final answer is this is a plus half a diopter hyperopia. All right, another example. Step one, start with width. Good. Nice and width. All right, we're going to speed up a little bit. That's pretty good.
Let's add some power. Step two, start adding power to neutralize a reflex. It looks like we may have hit it. So let's try it. Looks pretty good. And let's set aside our lens. We don't want to lose it. And let's try adding a little bit more power, see if that helps. We add more power. Nope, we've got against motion. Let's check the other axis, make sure it's still against. It's against. And so we know that our answer here is a plus one sphere. At least that's what the lens that gets us in focus. So we end up with a plus one. But remember, the final step, step three, is always subtract the working distance. And you end up with a minus 50 sphere. Not too bad. All right. We've got against motion. Uh-oh, what do we do now? Well, remember, step one is you have to start with motion. If you have against right from the offset, you're in trouble. So what do you do? You back off. Start with minus two, or minus four, or minus 10, or whatever it takes to start with motion. If you don't start with width, you'll become very confused. So we went back to a minus two. Good. Now we can add power. We'll go to a minus one. That's a diopter stronger. And it looks like we've hit the perfect prescription here. I think we're good. And so, let's try the other axis. Make sure it's in both ways. Everything looks fine. And so it looks like our answer here is a minus one. And so, once we do our correction, it's a minus one. Subtract the working distance. Always do that at the end. Don't try to do it in your head while you're doing it. Do it at the end. And our answer is a minus 250 sphere. Okay, another one. We got against. It's really against. So, we can't start with against. We have to have width. You'll just get confused. Step one, you have to have width motion. So, let's throw a minus two. We still have against. This is no good. If you start here, you become confused. Optometrists, they start with negatives. They do everything different, but in ophthalmology, at least, this is how we do it. So let's throw a minus four. Okay, finally, we have width motion. We can continue. Let's try the other axis. We can continue. Good. Now, and only now, can we start adding plus. So we'll go minus three. So the doctor's stronger. And it looks like we hit probably the perfect prescription here. Let's check the other axis. Make sure it's both ways. This patient doesn't have too much astigmatism. Nope. All right. Set your lens aside, or leave it out. Because if you put it back, you'll forget, you'll do the math in your head, you'll mess it up. And so what we have here is a minus two sphere, got the sign of focus, you correct for your working distance, go to the minus 150, and you end up with a minus 450 spherical power. So that's how you do basic retinoscopy. And so, what are the three steps? I'm going to hit you again with it. The three steps are you have to start with width, then you add power to neutralize the reflex, and at the very end, subtract the working distance to come up with your final prescription. So what about astigmatism? Now this has been pretty easy so far. If it was this easy, anyone could do it. It's not an issue. Let's look at another one. Step one, start with width. Good. We can proceed to step two. Let's to neutralize the reflex. And at the very end, subtract the working distance to come up with your final prescription. So what about astigmatism? Now this has been pretty easy so far. If it was this easy, anyone could do it. It's not an issue. Let's look at another one. Step one, start with width. Good. We can proceed to step two. Let's start adding some power. We'll add a plus one. Okay, we're still with, not quite there yet. Let's check the other axis. Not quite there yet. We're getting there. Let's add another diopter of power. All right, plus two. Let's try this. It looks like we maybe have hit it here. In fact, I think we have. Okay, let's check the other axis. Uh-oh, we still need some more power this direction. Don't worry about axes at 90 to 180. Just keep your instrument in the same position. Set that. شفنا في الحالة دي في ميريديان الريفلكس ايه؟ عريض خالص وبعدين عمل نيوترال. الثاني على طول اول ما قلب عمودي عليه الريفلكس رجع ثاني ايه؟ رفيع ولسه في موشن. ده يقول لك بقى انك انت يو هاف ايه؟ تو ميريديان. عشان هو بيشتغل 30 متر اللي هو 65 سنتي. طب هو لما طلعها ناقص 3 ناقص 1.5 يبقى ناقص 5 ماينس 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 لا ماينس مفيش ماينس 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 بس هو احنا بنطرح 1.5 ايوه ماينس ما بتطرحي 1.5 ناقص زائد 1.5 تمام. That lens aside and keep going. Set it aside, keep going. Start adding power and we'll continue moving our beam left and right till we get it. Boom, we've got it. And so, these are our two lenses. Now, don't try to do the math in your head while you're doing this. Here is how I calculate the prescription based off this. The sphere is plus two. The cylinder power is the difference between them. So, the plus two plus one. It's just like with the lensometer, right? You start at one number and now you shift it. Is your cylinder power? Same thing with this. So, this is a plus two plus one. And the axis is at 90. And we know it's at 90 because our light beam is going up and down. And if you're not sure, hold your light beam up to the thermometer
and look at the little angular degrees on there and make sure it's lined up with 90. And that's how I remember it. I don't try to think I was moving left and right, but the axis is so way 90 degrees off the power, it'll confuse you. Just put these lenses aside, and at the very end, look at it. This is a plus 2, plus 1 at 90. So write it out. A plus 2, plus 1 at 90. But remember, there's one last step, and that is to subtract your working distance. And you subtract it from the sphere, and that's all. You don't need to subtract it from your cylinder power. So the final answer here is a plus 50, plus 1 at 90, and that's the prescription. Let's do another example. All right, step one, always start with width. You have to start with width or you become confused. All right, so we've got width motion in both directions. Let's start adding power. Still have width, so not enough yet that direction. Let's try this direction. No, still need more. Let's add some more power. Try plus 2. All right, we're getting close. Our beam is getting a little wider. Not when we're near in this direction, though, so let's keep adding power until we neutralize these things one at a time. So let's try this way. No, still need a lot more this way. However, this way, we've got it. This is the right prescription in this direction. Let's set this lens aside. Set it aside or you'll forget. Just set it aside. Keep adding power and let's go back to the other direction until we fix that too. Still have width, not quite there yet. Let's try this plus 5 lens. Perfect. Now we have the right power for that. Meridian, set the lenses aside. And now you can start thinking about the numbers and writing these things. ثلاثة بلس 2 اكسس 180 واحد ونص ما ينفرق بينهم ثانية واحدة بس بلس 3 ايه تطلع كده ايه بلس 3 بلس 2 اكسس 180 لما نطرح نطرح واحد ونص لما نكتب بقى تبقى 180 So this prescription is what? Okay, plus 3 plus 2 difference between them, and the axis, we can just look at where our light beam is oriented right now, it's going sort of horizontal, we know the axis is at 180. So the answer is a plus 3, plus 2 at 180. Write it down, don't do the math in your head, just write that down, and at the very end, subtract your working distance, and our final prescription is a plus 150, plus 2 at 180. Not too bad. Let's do another example. This is good practice. All right, we've got against motion. We can't start with against motion, you're going to get confused. So what do we have to do? We need to back off, because you've got to start with width before we can figure these things out. So let's put a minus 2 up. Good. We've got width motion that way. We still have against. This is no good. You cannot have against motion at the beginning. You'll get confused. So let's throw a minus 4. I've got to go to minus 10, so be it. Now we have width motion in that direction. We have width motion in this direction. Now we can continue and add power until we neutralize it. So let's add a diopter, minus 3. We still have width, not quite there yet. Let's check the other direction. We've got it. We've got it this direction. Let's set this one aside. Set it aside, you'll get confused. Just set it aside, get a stronger lens, and keep going the other direction. So, we're going to add a little power. No, still need a lot more, it looks like. That's surprising. Okay, let's add some more power. A minus 1. Let's try that. And I think we may have it. This might be it. Do I try for more? Do I dare? Let's try Plano. No, Plano's too strong. The minus 1 with the right one. So, put these ones to the side. Put them aside, you don't put them aside, you'll get confused. Now, you can write it down. This is a minus 3, the difference is a plus 2, and the axis is at 90. You write this down, minus 3, plus 2 at 90, then you do the math. Subtract your working distance, and the final answer is a minus 450, plus 2 at 90. Not too bad. All right, we're going to do this one more time. We have against motion here, it's no good. Can't start with against, you got to have width, you can't continue. No, still a problem. It's okay this direction, it doesn't matter. You got to start with width in every direction, otherwise you'll become confused. So, let's go minus 4. Alright, we definitely have width this, so this is good. Let's try the other axis, make sure it's still good. Now we have width in all gradients, we can continue with step 2, which is where we add power to neutralize the reflex. Try minus 3. I think we've got it. We've got it this direction, so let's set this lens aside before we get confused, and now we'll continue to add power and work on the other direction. So we'll try minus 2. Not quite there yet. We're getting closer, though. I think we're getting closer. Let's try minus 1. I think we've got it. I think this is it. Set it aside. Then write things down. This is a minus 3 plus 2. That's the difference between them. And the axis is at 180. Write that down. Minus 3 plus 2 at 180. Then, and only then, do you subtract your working distance from that sphere power, and your final answer is a minus 450 plus 2. All right, we're going to do this one more time.
And then we'll continue on. I know I'm beating this into yours. اعمل لها بس استنى بس استنى بس استنى بس ثانية واحدة ثانية انا بس عايز اوريكم حاجة. Alright, definitely with this, so this is good. Let's try the other axis, make sure it's still good. Now we have with and all gradients, we can continue with step two, which is where we add power to neutralize the reflex. Try minus three. I think we've got it. We've got it this direction. So let's set this lens aside before we get confused. And now we'll continue to add power and work on the other direction. So we'll try minus two. Not quite there yet. We're getting closer though. I think we're getting closer. Let's try minus one. I think we've got it. I think this is it. Set it aside. Then write things down. This is a minus three, plus two, and that's the difference between them. The axis, 180. Write that down. اعملوا دي ترانسبوزيشن سيمبل ترانسبوزيشن تبقى ناقص واحد مع ناقص اثنين. مش انت عايز تقول ان في مريديان واحد والمريديان العمودي عليه ده كان فيه اثنين سلندر هو بيحبها بلس كده هو بيحب يعملها كده عادي انما ده سيمبل ترانسبوزيشن ما تزعجوش زي الفيش طرح السلندر واحد فيه عادي ايوه فهي دي سيمبل ترانسبوزيشن انت عايز تقول ايه انت عايز تكتب ايه ازاي عايز تكتب ايه ماينس 1 مع ماينس 2 اكسس 90 هي ماينس 3 مع زائد 2 اكسس 180 طب هو بيختار الاكس ازاي لا الاكس اللي هو عمله نيوتراليزيشن مش ماينس 1 يا ما هي استنى بس اجمع دي اجمع دول جبري يا حبيبي هو الماينس 1 ايوه ماينس 1 مع ماينس 2 سلندر اكس 90 لا ده لسه دلوقتي احنا لسه ما طرحناش الواحد ونص سيمبل ترانسبوزيشن هو عمل سيمبل ترانسبوزيشن لان هو من الاول قال لك ايه انا ما بحبش اشتغل على الريفلكس الاجنس بيعمل لي كونفيوجن هو بيحب يشتغل ستارتنج ويز مش هو قال لك ان ستيب 1 ستارتنج ويز هو طريقته كده بيقول لك اشتغل ستارتنج ويز الاول هو بيحب يشتغل ستارتنج ويز خلاص انا ممكن اشتغل بالماينس انا بشتغل اجنس ايه المشكله طب لا احنا بنعمل هيك ما هي ايوه ماشي عايز تبتدي ويز زيه يبقى هتعمليها كده عايز تبتديها بقى زي ما بقول لك كده هتبقى ناقص واحد مع ناقص اثنين سلندر في الاكس العمودي يعني هو احنا يعني احنا طلعنا الاول ناقص ثلاثه وبعد كده ناقص واحد احنا هناخد السفير الرقم الصغير ما هو ناقص ثانيه واحده بس بصوا يا شباب دلوقتي هو بصوا هو عمل ايه هو اول حاجه لقى في ميريديان وصل نيوترال بوينت ناقص ثلاثه صح؟ ابتدى هو عمل اديشن بلس عليه ما هو كونه يوصل لواحد ده يعني عمل ايه؟ عمل بلس اديش يعني انت فاهم ازاي يعني بص اهو هو في الاول عمل ايه؟ جاب ناقص ثلاثه وحطها هنا واشتغل لقاها انها وصلت للنيوترال بوينت صح؟ تمام كونه وصل لناقص اثنين يبقى هو اضاف من ناقص ثلاثه لناقص واحد يبقى هو عمل عليهم ايه؟ زود بلس 2 فهو عشان كده بيحسبها ازاي يقول لك من هنا لهنا انا عملت بلس 2 اديشن في الميريديان ده يبقى ده معناه ان الميريديان ده اقل من الميريديان الثاني بالدرجتين دول تمام؟ فهو بيروح كاتبها كده ناقص ثلاثه اللي وصلوا بيها لاول نيوتراليزيشن. لما وصل لناقص واحد يبقى هو كانه لو هو حاطط ناقص ثلاثه وسابها عشان يوصل الميريديان ده كان حاطط زائد اثنين في الاكس 180 ده. هي بالظبط بقى دي زي ما بقول لك لما تكتب كده انت تعمل لها سيمبل ترانسبوزيشن اجمع دول جبري. ماينس 1 هتبقى ماينس 1 تمام؟ ونزل دي عكس الاشاره ماينس 2 ما ده لسه من غير الواحد ونص انا بس حبيت اقول لكم الرقم ده جه منين انا حسيت ان في ناس ابتدت تشد في الموضوع هو قال لك ما تلخبطيش نفسك الاكس اللي انت تتحركي فيه از اكس اكتبيه الاكس الهوريزونتال لو انت تتحركي كده الهوريزونتال الخط بتاعك كان محطوط ازاي خلاص يبقى هوريزونتال ده 80 ما تفكريش بقى لا ما تفكريش ان ده هوريزونتال فانت تشتغلي العمودي عليه والبي كونفيوز قال لك ما توجعيش دماغ هو الخط اللي انت شغاله بيه بالستريك هو ده اللي بتكتبيه في الريتنوس دكتور يعني انا دلوقتي انا طلعت الماينس 3 دي الاول وبعد كده طلعت الماينس 1 فيبقى السفير عندي الرقم الصغير بالظبط لا لا سلندر هي الرقم هو ده الرقم طب ما هي كده هتطلع مش هتفرق بقى
هي بص اهو هو وصل النيوترال بوينت هنا ب 9.3 الثانيه وصلها كام ب 9.1 مش عايزه دي انا عايزه اللي احنا متعودين عليه اه لا اللي احنا متعودين عليه آه. ان انا اوصل النيوترال بوينت ب 9.1 احط 9.2 9.3 على اوصل لها يبقى انا حطيت فوق ال 9.1 حطيت كام عشان اوصل ل 3 2 بالعكس العمود يعني انا يعني انا ماليش دعوه باللي هو كاتبه ده انا طلع عندي ناقص 3 وبعد كده ناقص 1 لا مش هتبقى كده بقى هتكتب ايه ناقص واحد الاول لا ثواني يعني هو في الاول كان ده طيب كان في ناقص 3 عمل نيوتراليزيشن للميريدين ثاني واحده طيب وبعدين احنا عملنا الميريدين الثاني بناقص 1 تمام انا بقى حافظه الكلام ده فانا اقول ايه انا اقول ناقص 1 دي الاصغر هيبقى ليه الاثنين نخلي الناقص 2 خلاص دي السلندر في الاكسل تمام كده مظبوط دوبه انا قصدي ما هو 3 مع 1 اهو شو ده جاب من الاول نجيب من الاول ولا ايه لا لا بص عشان حد قدام حد طلبها من الاول خالص لا لا معلش subtract the working distance to come up with your final prescription. So what about astigmatism? Now this has been pretty easy so far. If it's this easy, anyone can do it. It's not an issue. Let's look at another one. Step one, start with width. Good. We can proceed to step two. Let's start adding some power. We'll add a plus one. Okay, we're still with, not quite there yet. Let's check the other axis, not quite there yet. We're getting there. Let's add another diopter of power. All right, plus two, let's try this. It looks like we may be fitted here. In fact, I think we have. Okay, let's check the other axis. Uh-oh, we still need some more power this direction. Don't worry about axes at 90 to 180. Just keep your instrument in the same position. Set that lens aside and keep going. Set it aside, keep going. Start adding power, and we'll continue moving our beam left and right until we get it. Boom, we've got it. And so these are our two lenses. Now, don't try to do the math in your head while you're doing this. Here is how I calculate the prescription based off this. The sphere is plus 2. The cylinder power is the difference between them. So the plus 2 plus 1. It's just like using a lensometer, right? You start at one number and now you shift it. Is your cylinder power? Same thing with this. So this is a plus 2 plus 1 and the axis is at 90. And we know it's at 90 because our light beam is going up and down. And if you're not sure, hold your light beam up to the ferrother and look at the little angular degrees on there and make sure it's lined up with 90. And that's why I remember it. I don't try to think I was moving left and right, but the axis is so way 90 degrees off the power, it'll confuse you. Just put these ones to the side, and at the very end, look at it. This is a plus 2 plus 1 at 90. So write it out. A plus 2 plus 1 at 90. But remember, there's one last step, and that is to subtract your working distance. And you subtract it from the sphere, and that's all. You don't need to subtract it from your cylinder power. So the final answer here is a plus 50 plus 1 at 90, and that's the prescription. Let's do another example. All right, step one, always start with width. You have to start with width or you become confused. All right, so we've got width motion in both directions. Let's start adding power. Still have width, so not yet that direction. Let's try this direction. No, still need more. Let's add some more power. Try plus two. We're getting close. Our beam is getting a little wider. Now we're nowhere near in this direction, though, so let's keep adding power until we neutralize these things one at a time. So let's try this way. No, still need a lot more this way. However, this way, we've got it. This is the right prescription in this direction. Let's set this lens aside. Set it aside or you'll forget. Just set it aside. Keep adding power and let's go back to the other direction until we fix that too. Still have width, not quite there yet. Let's try this plus 5 lens. Perfect. Now we have the right power for that. Meridian, set the lenses aside. And now you can start thinking about the numbers and writing these things down. So this prescription is what it did. Plus 3, plus 2. Difference between them and the axis, we can just look at where our light beam is oriented right now, it's going sort of horizontal. We know the axis is at 180. So the answer is a plus 3 plus 2 at 180. Write it down. Don't do the math in your head, just write that down. And at the very end, subtract your working distance, and our final prescription is a plus 150 plus 2 at 180. Not too bad. Let's do another example. This is good practice. All right, we've got against motion. We can't start with against motion, you're going to get confused. So what do we have to do? We need to back off. Because you've got to start with width before you can figure these things out. So let's put a minus 2 up. Good. We've got width motion that way. We still have against. This is no good. You cannot have against motion at the beginning. You'll get confused. So
So let's throw a minus 4. I got to go to minus 10, so be it. Ah, now we have width motion in that direction. We have width motion in this direction. Now we can continue and add power until we neutralize it. So let's add a diopter, minus 3. We still have width, not quite there yet. Let's check the other direction. Ah, we've got it. We've got it this direction. Let's set this lens aside. Set it aside, you'll get confused. Just set it aside, get a stronger lens, and keep going the other direction. So, we're going to add a little power. No, still need a lot more, it looks like. That's surprising. Okay, let's add some more power. A minus 1. Let's try that. I think we may have it. This might be it. Do I try for more? Do I dare? Let's try Plano. No, Plano's too strong. The minus 1 was the right one. So, put these lenses aside. Put them aside. If you don't put them aside, you'll get confused. Now, you can write it down. This is a minus 3. The difference is a plus 2. And the axis is at 90. You write this down. Minus 3 plus 2 at 90. Then, you do the math. Subtract your working distance, and the final answer is a minus 450 plus 2 at 90. Not too bad. All right, we're going to do this one more time. We have against motion here. It's no good. Can't start with against. You got to have width. You can't continue. No, still a problem. It's okay this direction, but it doesn't matter. You got to start with width in every direction, otherwise you'll become confused. So let's throw a minus 4. All right, we definitely have width this, so this is good. Let's try the other axis, make sure it's still good. Now we have width in all gradients, we can continue with step 2, which is where we add power to neutralize the reflex. Try minus 3. I think we've got it. We've got it this direction, so let's set this lens aside before we get confused, and now we'll continue to add power and work on the other direction. So we'll try minus 2. Not quite there yet. We're getting closer, though. I think we're getting closer. Let's try minus 1. I think we've got it. I think this is it. Set it aside. Then write things down. This is a minus 3 plus 2. That's the difference between them. And the axis is at 180. Write that down. Minus 3 plus 2 at 180. Then, and only then, do you subtract your working distance from that sphere power, and your final answer is a minus 450 plus 2. All right, we're going to do this one more time. And then we'll continue on. I know I'm beating this into you, so I'm sorry. Start with against. This is no good. You can't have against motion. You got to have with. Still have against. This is no good. We can't have this. We got to have with motion. Minus 4. Finally, we have with motion. Let's make sure it's in both axes. Good. We have with in both axes. Only now can we continue. Let's start adding some power. Step 2. We'll add a minus 3. Huh? Not quite there yet. Let's try the other way. Perfect. We've got it this way. What do we do with our lens? We set it aside. So I'm going to put this on the camera, go to a more strong lens, and we'll work on that other direction. Still have width. Might need a bit more. Let's get a stronger one. Minus 1. Still have width. You know, actually, it looks like I might need a whole bunch more looking at my reflection here. So let's add more. Plano. That's a diopter stronger than minus 1. No, not quite there yet. Plus 1. I think we're getting closer. We may have it. This person has a ton of astigmatism. Plus 2. Let's try it. I think we got it. And this looks like it's our answer. I'm getting greedy now. We're going to try plus 3. We've gone too far. So the answer was a plus 2. So you set these aside. Perfect. And what is our answer here? It's a minus 3 plus 5. And our axis, as you can see where my light beam is oriented right now, تبقى كام دي بقى؟ ماينس 4 ونص لا لا الاول قبل السبتراكشن ماينس 3 بلس 5 اكسس كام 180 نايس كويس ابتدينا ان 180 سو يو رايت ات داون اند اونلي ذن دو يو دو ذا ماث سبتراكت يور وركينج ديستانس ماينس 450 بلس 5 ات 180 all right three steps to retinoscopy remember these I know you do because we just said them like 5 million times you got to start with width then you add the power and at the very end you subtract. But let's do astigmatism, because all that stuff, we've been doing astigmatism, take that back. Let's do against the rule stuff. Technically, we've been doing a rule of astigmatism, either against the rule or with the rule. Let's do on the rule, something in between. We haven't really been doing angles yet. Now, what does that look like? Well, here we go. All right. What is this? Our reflection is at a funny angle, isn't it? That's odd. So what do? You just rotate your beam so that you're in sync with that angle, and then you continue doing your steps just like before. You got to start with width. All right, I've got width in that direction. This is good. Do I have width? No, I'm still against. This is no good. We have to start with width. You have to start with width. You'll get confused. Let's try minus 4. Perfect. We've got width motion that way.
Now we continue with our standard retinoscopy technique. Step two, we start adding power. So we'll add a diopter. Let's see if we got it. Nope, not quite there. But maybe close the other direction. Let's try. Perfect, we got it. We've got prescription that way. Let's take that lens, set it aside. You'll get confused otherwise. Just set it aside. Keep adding power until you get the other direction. All right, we're getting close. Not quite there yet. Let's add another diopter. I think this is it. This looks like it. All right. Set the lenses aside. Yes? I try to get it so that the reflection looks exactly in the direction that I'm moving. And it's hard to figure out sometimes, especially if it's a funny angle or it's a funny reflex, but you do your best. And as far as figuring out this prescription, it's all the same steps. Once again, we set our lenses aside, we look at it, this is a minus 3, plus 2, and you look at your axis, and if it's not obvious, you hold it in front of your phoropter and look at the angles on that thing. I'm going to estimate this is about 90-120, and so what do we end up with? We end up with a minus 3, plus 2, at 120. Last step, you have to subtract your working distance and you end up with this prescription, a minus 450 plus 2 at 120. All right, so, yes? Yes. Well, you know, we're so far we've been assuming that the eye is a perfectly spherical structure and the lens is perfectly spherical and it focuses at a single point. The reality is the eye has a fair amount of aberrations. The cornea is not perfectly spherical, it has a slope out the edge, and that slope can cause some distortion. The lens is actually steeper in the middle. It's the opposite. And so these spherical aberrations can cause issues. Plus, if they have a cataract, the center of the cataract may be stronger than the outside of the cataract, and you may have a different movement of the light in the center compared to the outside. So it's going in different directions, and it gets very, very confusing. The key is just to look at where the light is right in the middle of the pupil as best you can, and you do your best. That's all you can do. And sometimes you just don't get it, but you try. But, in summary, three steps. Start with width. Add the power, then you subtract. And now we're going to test ourselves with a couple of cases. These will go fast. This is the speed at which I retinoscopy, and we'll see if we can figure it. And we're going to do everything in our head. I'll talk out loud just to keep us from getting bored, but we're going to do everything in our head. So here we go. Start with width. Go that direction. Go that direction. Okay. Let's add some power. Plus one. Not quite there yet. Not quite there yet. Let's add some more power. Plus two. Okay. 150. Okay, we're getting there. I think we've got it. I think we've got it. Let's put this lens aside and continue on in the other direction. Try plus two. No, not there yet. Plus three. I think we've got it. This is the prescription. Now we do this in our head, and this is a... let's try four. I'm greedy. Sorry. No, too far. I'm glad I set that first lens aside, otherwise I would have lost it and forgotten. So, what's our prescription? It's a plus 150 at 180. In our head, we do the subtraction, and it comes up to being a plano plus 150 at 180. And let's see if we are correct. Plano plus 150 at 180. That's how we do it. Let's do a harder one. All right. Well, I think we got up right off the bat. Good. So that's a plano that direction. Oh, we still need some more power that way. So let's add a plus one. Mm-hmm. Not quite there yet. Let's add another one. I'm getting closer. Our reflection is getting larger. Let's add another one. I think we've got it. Perfect. I'm getting greedy, and I'm getting greedy. Let's try it. Now we've gone too far. So let's get that plus three lens out. Lay it on the counter before I forget. And our answer is it's a plano, plus three at 90. And we do the math in our head, and the final answer is a minus 150, plus three at 90. Let's see if we've got it. Perfect. Minus 150, 390. One last one. This is our last one, I promise. It's a funny angle. Got to change. All right, good. We've got width motion. بلانو هو الاول طلعها بلانو في ميريديان كان من الاول نيوترال فاشتغل على الميريديان الثاني كان ويز عمل بلس 1 بلس 2 بلس 3 وصل ببلس 3 نيوترال بوينت بلس 4 عكست فقال لك بلس 4 دي عاليه فبقى عنده عدسة واحده بس بلس 3 في الميريديان ده طب ليه كده عشان طرح ناقص 1.5 في الاخر مش بنعمل سبتراكشن 3 ما هي 0 زائد 3 اكسس 90 بقت ناقص 1.5 زائد 3 اكسس 90 الوركينج ديستنس هو طرح التسويق بتاع الوركينج ديستنس بس لا شفتوا بس انا الحته دي عايز اوريها لكم بصوا يا شباب plus 3 at 90 and we did math in our head and the final answer is a minus 150 plus 3 at 90 let's see if we got it perfect minus 150 390 one last one this is our last one بص بقى
شوف هو بيحرك هنا ازاي والريفلكس جاله ازاي. تعرف على طول ان هنا في اوبليك استجماتيزم تمام، وبالتالي تعدل اللي انت لازم تعدل ده كده وتعمله بالعمودي عليه كده. طيب دكتور، هو بيقول دايما ان هو تقويض موفمنت، افرض هو الريفلكس من الاول جالي اجنبي، هو بيحب ستارت ويز موف، هو ده هو طريقته كده. طب هو انا ازاي انقل انها تبقى تتوقع عدسات مور؟ خدي بالك تزودي العدسات بتاعتك لغايه ما توصلي للويز، اول ما توصلي للويز في التو ميريديانز ابتدي اشتغلي بقى. وبعدين ابقى اطرح العدسات بالزبط. اللي انا زودتها دي لما طرح الواحد ونص من بلانه من زيرو، فبقت ناقص واحد ونص مع زائد ثلاثة، هو طلعها بلانه مع زائد ثلاثة باكسس كذا. اطرحها ولا اقول يعني اديشن اديشن ناقص واحد ناقص ناقص زائد واحد ونص تبقى ماينس. I promise. The funny angle, the change. All right, good. We've got width motion in this direction. That's fine. We've got against. No, that's no good. We can't have against. You got to start with, or you're going to get confused. Let's throw minus two. Perfect. We've got width motion that way. We've got width motion that way. We can continue. Let's add some more power to the system. Not quite there yet. This direction. We've got it this way. Let's set it on this side. We're going to get confused and keep going the other way. Plan up. Not quite there yet. Plus one, they've got a fair amount of astigmatism, not quite there yet. Plus two, let's try it. Oh, no, this is a high astigmatism, let's try another one. Okay, we're getting close, I can tell. Let's add another one. Boom, we've got it. So, set it onto the side, do the math in our head. This is a minus one, plus five total. And the axis is about 45 degrees. You do the math in your head, and it ends up being a minus 250 plus 5 with an axis of 45 is our final answer. Minus 250 plus 5 at 45. I have put this sample in your notes so that you can kind of figure out how this works. The same photo from this last one is in there, so it should make sense. But in summary, there are three steps to retinoscopy. You have to start with width, then you can add power to neutralize the reflex, and you may have to do it in different meridians and set your lenses aside. And the last step is to subtract your working distance at the end. Thank you. طبعا شفتوا الاساتذه عاملين ازاي حيويه ونشاط وبتاع. Thank you very much for attention. Announcement بس صغيره، يوم الاربعاء بليز فون ريهام، عشان احتمال عندي امتحانات اربع ايام بره مصر. احتمال لغايه دلوقتي لسه ما جاتليش الدعوه، بس هم بيتصلوا بيا، بس لغايه دلوقتي ما جاتليش الدعوه بتاعتي. فاحتمال يكون عندي سفريه اربع ايام بره مصر عشان نعرف ميعاد الحصه اللي بعد كده. فمن فضلكم يوم الاربعاء نتصل بريهام، الاربعاء او الخميس الصبح نتصل بريهام نعرفوا ميعاد الحصه الجايه. اوكي؟ ثانك يو فيري ماتش. انا دلوقتي بعد 10 مينتس بالظبط. انا النهارده عندنا كرينيال نيرفز، اللي عايز يسمعها يقعد يسمعها. ناقص 2 ناقص